يسعد صباحكم مشاهدينا وما كنتم بتتابعونا في فلسطين هذا الصباح، وهذا النهار الجديد ومشوار صباحي جديد من فلسطين هذا الصباح لهذا اليوم الاثنين 29/2 للعام 2015. يسعد صباحك يا مي، كيفك اليوم؟ صباح الخير يا منى. تمام الحمد لله، وصباح الخير لكل مشاهدينا اينما كنتم تتابعونا. اليوم من المفترض ان يطرأ انخفاض على درجات الحراره وان يتجدد المنخفض الجوي وسقوط الامطار. على العموم اكيد الارصاد الجويه حتكون عندها معلومات مفصله عن هذا الموضوع، ونحن في طبيعه الحال نتابع الاوضاع الميدانيه في قرانا ومدننا الفلسطينيه من شمالها حتى جنوبها. منى طبعا مي، في فلسطين هذا الصباح كالمعتاد مشوارنا بتواصل لغاية العاشرة، وبداية المشوار قراءة في أبرز ما عنض الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم، بالإضافة أيضا إلى جولة في الصحافة العبرية. إلى استديوهاتنا في غزة وزميلاتنا هناك يتطرقوا إلى موضوع جائزة أفضل مرشد أعمال بمسابقة الأمير عبد العزيز بن عبد الله. نتعرف أكثر على هذه المسابقة وعلى الفائز فيها. ارتفاع أسعار الخضار واللحوم طبعا نتحدث عنه، وتشهد الأسواق الفلسطينية ارتفاع كبير في أسعار الخضار واللحوم، من المتوقع أيضا أنه يعني يستمر هذا الارتفاع حتى يعني مطلع العام القادم. أكيد بنناقش هذا الموضوع، نتعرف على أسباب هذه الارتفاعات وإذا كان في هناك سبل وحلول. ولما نتحدث عن موضوع اللحوم، إحنا كنا يعني تحدثنا مسبقا ما تحديدا في فترة عيد الأضحى عن يعني استيراد لحوم من الخارج، وكان من المفترض يعني انه تقلل من اسعار اللحوم، ولكن للاسف في الاسواق لم نشهد يعني نعم. شيء. موضوع اخر وهو الزراعات العضويه في فلسطين ايضا في خلال فتره الزراعه، وطبعا لما نتحدث عن الزراعات العضويه في فلسطين وتجارب نجاح في تسويق وزراعه هذه المنتجات. فعاليات إحياء ذكرى الشهيد ياسر عرفات أيضا نتحدث عنها بالتفصيل. آخر شيء وهو العيادة النفسية المتنقلة للأطفال ضمن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ورح نتعرف على فوائد هذه العيادة بالنسبة لأطفالنا. طبعا هذه المحطات وأخرى مشاهدينا تتابعونها في مشوارنا الصباحي المتواصل معكم لغاية العاشرة، وما كنت يسعد صباحكم. أصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدان يا بلدنا. أصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدان يا بلدنا. يسعد صباحك يا وطننا، يا محلى شمسك يا بلدنا. يسعد صباحك يا وطننا، يا محلى شمسك يا بلدنا. أصبح عليك الخير يا بلدنا. بلدنا الله يحميكي ويديم عزك ويخليكي. يا بلدنا الله يحميكي ويديم عزك ويخليكي. نور الشمس يا نور عينيكي، انت حلوة ما شاء الله عليك. نور الشمس يا نور عينيك، انت حلوة ما شاء الله عليك. اصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدان.
يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد. اذا الاثنين التاسع من تشرين الثاني للعام 2015 وابرز معانا الصحف المحليه الصادره لهذا اليوم. البدايه من صحيفه القدس واستشهاد شاب عند زعتره واصابه مواطنه بجروح خطيره والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم واطلاق نار على مزارعي غزه. الشباب قناص الخليل لم يعتقل ووفاه جندي اسرائيلي اصيب بعمليه حل حول. إلى صحيفة الحياة الجديدة منى، وأبدأ من حالة الطقس لهذا اليوم تحت عنوان المنخفض الجوي يتجدد. إذا يتوقع أن يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم وبارد نسبيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق. أما غدا وبعد غد يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة على بعض الأماكن، بينما يوم الخميس يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. هذا في حالة الطقس. أما العنوان الرئيسي بطبيعة الحال عن شهيد البيرة الذي استشهد على حاجز زعترة وإصابة فتاة بجروح بالغة قرب بيت لحم. الاحتلال يعلن عن إصابة 6 مستوطنين بالضفة ووفاة عنصر حرس حدود متأثرا بإصابته في حلحول. بالعودة إلى صحيفة القدس، ومن أبرز ما عنونت لهذا اليوم: في ظل اليأس الأمريكي من إمكانية التوصل لتسوية دائمة، نتنياهو يعرض في لقائه مع أوباما اليوم رزمة نوايا طيبة مع الفلسطينيين. الرئيسان السيسي وعباس يؤكدان في لقائهما على ضرورة إنهاء الاستيطان وتوفير الحماية لشعبنا، والرئاسة المصرية سيكون لعودة السلطة إلى غزة وتسلمها المعابر نتائج إيجابية. وأبو ردين ينفي أخبارا إسرائيلية حول صحة الرئيس. الرئيس منى: تدنيس الأقصى واجتياحات المستوطنين للقرى أدت للهبة الجماهيرية. بحث مع السيسي عدة ملفات وهامة، ودعا الإعلاميين المصريين لزيارة فلسطين. وفي العودة إلى أخبار المنخفض الجوي، ينضم إلينا المهندس يوسف أبو أسعد مدير دائرة الأرصاد الجوية. وماذا عن تساقط الأمطار هذا اليوم مهندس يوسف؟ صباح الخير. صباح الخير لك، صباح الخير لكل الإخوة المشاهدين لمنى ولمي أيضا. يسعد صباحك نور. يسعد صباحكم. بالنسبة للأحوال الجوية، يعني هذا اليوم الأجواء غائمة جزئية إلى غائمة وباردة نسبيا إلى باردة. يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق. قد تكون هذه الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية. الرياح جنوبية غربية لشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. البحر بكون خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. غدا أيضا تبقى الفرصة قائمة تساقط أمطار متفرقة ولكن بشكل أخف عن هذا اليوم، وتبقى الأجواء باردة نسبيا، وأيضا الرياح جنوبية غربية لشمالية غربية معتدلة إلى نشطة. الأربعاء تبقى الفرصة ضعيفة في ساعات الصباح، أمطار خفيفة متوقعة، ولكن الخميس والجمعة بإذن الله تكون الأجواء ما بين غائمة جزئية لصافية، ويطرأ ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة لكنها تبقى أدنى من معدلاتها بقليل. وتوقف حالة الأمطار يعني الخميس والجمعة. نعم. حتى يوم حتى وسط الأسبوع القادم لا يوجد هناك احتمالية لتساقط الأمطار اعتبار من يوم الخميس. نعم. لكن أختي أود أن أنوه أن مجموع الأمطار التي هطلت منذ بداية الموسم بشكل سريع على بعض المدن. نعم. الفلسطينية في رام الله بلغ مجموع الامطار حوالي 85 ملم، في جنين حوالي 56، في نابلس 44، بالخليل 66، في ريحه 22، في قلقيليا حوالي 250، وهي اكثر كميه هطول مطري في مدينه قلقيليا، طول كرم 78، في سلفيت 87، في طوباس 14، لكن في قطاع غزه ايضا الامطار كانت وفير والحمد لله. في مدينه غزه حوالي 113، بيت حنون 143، في بيت لاهيه 109، في خان يونس 91، في جباليا 148، في نصيرات 110، وفي دير البلح 71، اخيرا في رفح 48. يعني امطار الجنوب كانت وخاصه قطاع غزه امطار خير وبركه، حيث بلغت حوالي 26% من المعدل السنوي العام، لكن في الضفه الغربيه تراوحت النسبه ما بين 10 الى 15%. نعم،
شكرا لك المهندس يوسف ابو اسعد مدير عام دائره الارصاد الجويه، كنت معنا عبر الهاتف وحدثتنا عن حاله الجو، ويعني كما ذكرت من المفترض اليوم انخفاض في درجات الحراره، ويعني نتوقع سقوط الامطار. من صحيفة القدس نواصل وأبرز ما عنونت الصحف لهذا اليوم: من الخليل والتي تعاني عقابا جماعيا وتمزقها العوائق والحواجز العسكرية الإسرائيلية. ووفقا يعني تقرير من بيت سلم مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان، والذي حذر في هذا التقرير من خطورة فرض قيود جديدة على حرية الحركة والتنقل في المحافظة، وقال التقرير أيضا أن تل رميدة أصبحت منطقة أشباح. وزير خارجية ألمانيا: الهدوء في المنطقة يستوجب التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين ونظيره الفرنسي، الوضع القائم غير قابل للسيطرة عليه. بالعودة إلى الحياة الجديدة، نتنياهو يعتزم إبلاغ أوباما اليوم باحتمال تحقيق تقدم مع الفلسطينيين، حيث يلتقي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الاثنين في واشنطن سعيا لطي صفحة الاتفاق حول الملف النووي الإيراني وتخطي العلاقات الشخصية المتوترة بينهما وإجراء محادثات حول اتفاق دفاعي ضخم يقدر بمليارات الدولارات. وأكد نتنياهو أهمية المساعدات العسكرية الأمريكية، وقال أنه سيبحث مع أوباما النزاع في سوريا واحتمال تحقيق تقدم مع الفلسطينيين أو على الأقل التوصل إلى استقرار معهم. طبعا كل ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تحدث ولأول مرة في تاريخ البيت الأبيض الحديث أن الوضع مقلق جدا في طريق التفكير الولايات المتحدة، ويعني التفكير الولايات المتحدة بدأ يتحول إلى دولة واحدة لشعبين وفقا لما ذهب إليه موقع هارتس العبري الإسرائيلي، بدلا من لكل شعب دولته المستقلة. وأتابع وزير خارجية لوكسمبورغ: وضع غزة كارثي وعلينا تسريع إعادة الإعمار، ووصف القطاع في الكارثي، وقال: في غزة جيل من الصغار يستحقون حياة أفضل وتعليم أفضل، لا يريدون العيش في عنف دائم، أنا هنا اليوم كي أطالب بضرورة دعم القطاع ومواصلة المشاريع التنموية. بالعودة إلى صحيفة الأيام، ميوى، من أبرز ما عنونت: استشهاد شاب من البير عند حاجة الزعترة وإصابة فتاة من حسان بجراح خطيرة بحجة الطعن، ومواجهات وحملة اعتقالات واسعة بالضفة، إصابة 5 مستوطنين في عمليات دهس وطعن في الضفة. والجيش الإسرائيلي يتوقع استمرار موجة العنف مع فترات تفاقم وتراجع، ووفاة جندي إسرائيلي أصيب في عملية دهس قرب حلحول، وإسرائيليون يطعنون فلسطينيا في يافا، وآخرون يعتدون على شاب من رهط. هذا في الشأن الميداني. الناطق الرسمي منى باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة نفى الأخبار التي تنقلتها مساء أمس وسائل إعلام إسرائيلية حول صحة الرئيس محمود عباس، وقال إن صحة الرئيس جيدة وهذه الأخبار عارية عن الصحة ومشبوهة ونعرف مصدرها وأهدافها. على صعيد آخر، قال أبو ردينة تعليقا على تصريحات الصادرة من الجانب الأمريكي حول مستقبل الحل: إن هذه التصريحات غير مشجعة ولن تساهم بتهدئة الأجواء، خاصة أن الجانب الإسرائيلي لا زال مستمرا بإجراءاته واعتقالاته وإطلاق النار دون سبب على المواطنين. ما تبقى سريعا: السلطات اللبنانية توقف شبكة تجسس لصالح إسرائيل، ومصرع طفلة دهسا في الخليل. وهذه تقريبا أهم الأخبار السياسية على أولى الحياة الجديدة. نعم، أيضا من الأيام نفس الأخبار تكررت حول اجتماع الرئيس مع السيسي، والسيسي يؤكد أن عودة السلطة إلى غزة وإشرافها على المعابر سيكون له نتائج إيجابية. أبو رديني: الموقف الأمريكي غير مشجع، ونتنياهو يريد تحقيق الاستقرار مع الفلسطينيين ويحمل إلى واشنطن رزمة خطوات لبناء الثقة، يركز على ملف الدعم خلال لقائه مع أوباما اليوم، وشعث بناء الثقة كلام فارغ والمطلوب إنهاء الاحتلال. هذه أبرز عناوين الصحف لهذا اليوم. عندك إشي يبدو منى يعني عن ارتفاع أسعار الخضروات، وهذا إن شاء الله رح نناقشه بالتفصيل خلال فقرتنا المتعلقة بالأسعار وبزراعة العضوية. فاصل قصير ومنواصل محطاتنا.
تستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة. يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا، وما كنتم بتتابعونا في فلسطين هذا الصباح. مشوارنا متواصل وجولة في أبرز ما عنونت الصحف العبرية الصادرة لهذا اليوم مع زميلنا فايز عباس. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أكيد يعني لقاء نتنياهو وأوباما. نعم اسمح لنا يعني لازم نتوقف مع هذا الخبر العاجل قبل ما نخوض في تفاصيل هذه الفقرة. صحيح. والحديث مشاهدينا عن استشهاد فتاة على حاجز احتلالي في محافظة قلقيلية. معلومات أكثر من زميلنا عزت أبو عباي. سعد صباحك يا عزت. صباح الخير لك منى وميل وجميع المشاهدين. نعم يسعد صباحك. تفاصيل أوفى عن موضوع استشهاد هذه الفتاة لو سمحت. في الساعة 7:15 تقريبا جاءنا خبر عن إطلاق قوات الاحتلال النار على فتاة فلسطينية قرب حاجز الياهو، وهذا الحاجز يقع جنوب مدينة قلقيلية بالقرب من مستوطنة 2000 منشة. حسب شهود العيان، الفتاة حسب الرواية الفلسطينية الفتاة يبدو أنها كانت تسير باتجاه المعبر، طلب منها جنود الاحتلال التوقف، إلى أنها يبدو أنها لم تكن تفهم باللغة العبرية فاستمرت في السير، مما أدى إلى هناك كانت فرقة أكثر من 5 جنود بإطلاق النار بشكل مباشر على الفتاة. حسب شهود العيان أطلق أكثر من 100 رصاصة على الفتاة. والرواية الإسرائيلية حسب القناة 10 الإسرائيلية قبل قليل ادعت بأنه قوات الاحتلال أنه هذه الفتاة حاولت طعن أحد الجنود. هذا ما حدث لغاية الآن. قاموا صباحا بإغلاق المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية لمدة ساعة تقريبا، ثم الآن عادت الأمور إلى طبيعتها. قوات الاحتلال نصبت الحواجز العسكرية على طول الطريق الواصل بين مدينة قلقيلية ونابلس وبين مدينة قلقيلية والحاجز. ما زالت الأمور لغاية الآن تشوبها الحذر. أختي مي، عزيزة مي، نحن يعني بشكل حتى نتحرى المصداقية في الخبر، وردنا اسم الشهيدة ولكن لن نقوم بالإعلان عنه لغاية الآن حتى يتم التأكد من هذا الموضوع. نعم نشكرك جزيلا مدير مكتبنا في خلقية وزميلنا عزت أبو عبا. وحتى الآن استشهاد الشهيدة يعني على حاجز احتلالي في محافظة قلقيلية. إلى نابلس وتنضم إلينا زميلتنا ريما العاملة. ريما صباح الخير. صباح
صباح الخير لك منى ومي وجميع المشاهدين الكرام. يسعد صباحك. ما هي اخر الانباء لديك في نابلس؟ نعم، يعني نابلس الليله الماضيه عاشت ايضا اقتحام لقوات الاحتلال الاسرائيلي الذي اقتحم المدينه، اقتحم عده احياء من مدينه نابلس. تركزت اقتحاماتهم في المنطقه الغربيه من المدينه، نتحدث عن منطقه المخفيه، داهموا عددا من المنازل، وايضا في شارع 15 في المدينه داهموا منزل الاسير المحرر ياسر خالد مناع، قاموا بتحطيم كل ما في المنزل من محتويات والعبث بمحتويات هذا المنزل، وقاموا بنهاية المطاف باعتقال ياسر خالد مناع وهو أسير محرر وكان قد خرج من معتقلات جيش الاحتلال قبل فقط 5 أشهر. اليوم يعاود الاحتلال ويعتقله مرة أخرى رغم أنه لم يمضي على زواجه أكثر من 2 شهر. أيضا كان هنالك اقتحام لمنطقة المخفية الليلة الماضية، تحديدا كان الاقتحام لمنزل المحامي معاذ موسى، وقاموا باعتقال المحامي بعد العبث بمحتويات المنزل. هذا فيما يتعلق بعملية الاقتحام لهذه الليلة، لكن لربما يعني نابلس كانت يعني خلال ال 24 ساعة الماضية كانت ساعات عصيبة على هذه المدينة، وخاصة بعد أن قامت قوات الاحتلال بإعدام الشاب سليمان شاهين من مدينة البيرة، بعد أن زعمت قوات الاحتلال بأنه قام بعملية دهس عدد من المستوطنين على حاجز زعترة. بعد هذه العملية مباشرة كان هنالك يعني العقاب الجماعي الذي اعتدناه دائما من قوات الاحتلال لكافة أنحاء المحافظة، تحديدا المناطق الجنوبية من محافظة نابلس، كان إغلاق لحاجز زعترة لأكثر من يعني 4 أو 5 ساعات أمام حركة المركبات الفلسطينية فقط، فيما كان يسمح لمركبات المستوطنين المرور واجتياز هذا الحاجز. كانت أيضا بلدة حوارة شهدت بالأمس تجمع العشرات من المستوطنين على مفارق هذه البلدة على حاجز حوارة، وأيضا على المفرق القريب من مستوطنة تيتسار تجمعوا العشرات وقاموا برشق مركبات المواطنين بالحجارة وتسببوا بمشاكل كبيرة للمواطنين وأثاروا حالة من الرعب والقلق والخوف لدى سكان هذه البلدة وأيضا المارين عبر بلدة حوارة. وكان هنالك انتشار مكثف لجيش الاحتلال، قاموا بإغلاق الطريق وقطع الطريق على حتى أهالي قرية حوارة لعدة ساعات، يعني مما أدى إلى طبعا اتخاذ المواطنين مسالك أخرى للوصول إلى مدينة نابلس عبر القرى يعني الجنوبية والجنوبية الشرقية للتنقل ما بين رام الله ونابلس، أمر أدى إلى معاناة كبيرة حقيقة عاشها المواطنون بالأمس. واليوم حتى هنالك دعوات من المحافظ من الارتباط العسكري الفلسطيني وكافة القوى والفصائل للمواطنين بضرورة أخذ كافة أسباب الحيطة والحذر على الطرق الرئيسية أو حتى في القرى القريبة ومناطق التماس القريبة من المستوطنات الإسرائيلية خوفا من هجمات مستوطنين مباغتة في أي لحظة. نعم، شكرا لك ريما العملة مراسلتنا وزميلتنا من نابلس، ويعني شكرا لك وضعتنا في تفاصيل يعني ما حدث ليلة أمس في المدينة التي شهدت مجموعة من الاقتحامات في عدة مناطق. ونواصل في أكيد. أبرز ما عنونت الصحف العبرية الصادرة لهذا اليوم مع زميلنا فايز، وكنا نتحدث عن يعني أبرز المواضيع اللي ركزت عليها الصحف الإسرائيلية. صحيح، ولكن أنا بدي أبدأ من حيث أنهت ريما بالنسبة لنابلس. يعني الحخام الياكيم اللبنان وحخام مستوطنة الأول مري ومن المتطرفين يطالب اليوم بهدم نابلس كليا. بده يهدم نابلس. هدم نابلس كليا. طبعا هو يدعي بأنه في نابلس يعني العمليات وكل هاي الأمور، يعني وأنا بشوف أنه في نابلس هو يعني هي يجب أن ما يبقى لا حجر ولا حجر على حجر في هاي المدينة. يعني نعود إلى نتنياهو وزيارته اليوم إلى الولايات المتحدة، وسيلتقي أوباما في ساعات بعد الظهر أو المغرب الساعة 5 من مساء اليوم بتوقيتنا المحلي. طبعا يعني هناك يعني سقف التوقعات من هذه الزيارة، في البعض في إسرائيل حاول يصور هاي هذا اللقاء على انه دراماتيكي يعني، ولكن انا بعتقد انه لا، مش راح يكون لا دراماتيكي ولا شيء، خاصه بعد الخصام ما بينهم. طبعا يعني هذه الخلافات بين اوباما هي اكثر شخصيه من ما انها تكون استراتيجيه، لان الولايات المتحده واوباما هو قال انه يعني خلافاته مع
نتنياهو لا تعني خلافات مع إسرائيل، وإنما دعم إسرائيل عسكريا وسياسيا واقتصاديا هو يعني موقف استراتيجي أمريكي. لكن سقف التوقعات من قبل نتنياهو عالي جدا، ولكن الأمريكيين بحاولوا يخفضوا من هذا السقف. نعم. يعني كثير. صحيفة هارتس في مستشار الرئيس الأمريكي بن رودز يقول لصحيفة هارتس انتقاد الاستيطان لن يتوقف، ومع الوقت ستكون هناك يعني انتقادات أشد مما هي عليه الآن. يعني عمليا إذا ما انتقادات أمريكية، ولكن معروف دائما أنه في أي زيارة لمسؤول أمريكي إلى إسرائيل أو زيارة مسؤول إسرائيلي إلى الولايات المتحدة، إسرائيل تعلن عن بناء استيطاني جديد. الإدارة المدنية، يعني سنأتي على هذا الخبر، ولكن احنا نتحدث عن الاستيطان. أقرت بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المستوطنات بالقرب من رام الله. طبعا يعني نتنياهو فيه عند لأوباما للإدارة الأمريكية انتقدوا ما شئتم زي ما بدكم، ولكن البناء الاستيطاني مستمر. بيروتس بقول خيبة أمل كبيرة من الإدارة الأمريكية من نتنياهو، وتوقعنا منه اتخاذ قرارات صعبة لكنه لم يتخذ أي قرار. ويقول هذا على عشية عقد مؤتمر إسرائيل للسلام. أنا بعتقد أنه مؤتمر لما هذا عنوان المؤتمر، مؤتمر إسرائيل للسلام، يعني سلام إسرائيل وليس سلام مع الفلسطينيين. هذا رأيي يعني الشخصي. نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن هو بالأمس يعني كان له خطاب ناري ضد نتنياهو وضد المستشار أو مدير الإعلام في مكتب نتنياهو رون برات، اللي هاجم أوباما واتهمه أنه لا سامي جديد، وطبعا وهاجم أيضا جون كيري. بايدن قال بالأمس لن نكون صبورين، يعني ما في خلص زدتوها يعني على هذه الإهانة، يعني حكاها خال نقطة 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 صفح الكيس خلص. بس سؤال شو الدنيا عمله نتنياهو تبلن ليش نستعمل كلمات مش حلوة الصبح يعني صبح الدنيا الصبح يعني. طبعا يعني عمليا إذا ما نظرنا إلى ما يقوله جماعة نتنياهو، أنا بشوفه في هذا اللقاء يعني ممكن فتح صفحة جديدة في العلاقات بين أوباما ونتنياهو، لكن المعروف أنه ما في علاقات راح يعني حتى موضوع القضية الفلسطينية والمفاوضات لن يتم بحثه بالمرة. أوباما سيطلب توضيحات من نتنياهو حول الدولة ثنائية القومية إذا ما طبعا تسكرت أفاق السلام والتوصل إلى حل دولة واحدة على المرة الحديث. نعم، دولة واحدة. نتنياهو أوباما بده يسمع من نتنياهو كيف هو بده يتخذ خطوات لمنع الدولة الواحدة ثنائية القومية. طبعا يعني لأنه حتى أوباما يعني بخايف على الديموغرافية في إسرائيل كمان يعني. طبعا يعني هو بيحكي أنه إسرائيل بتخسر هيك عمليا إذا تكون دولة واحدة ديموغرافيا يعني. الإدارة المدنية تصادق كما قلت على خطة لإضافة آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات. طبعا هاي مش صدفة يعني، أنا بعتقد أنه هذا الإعلان يعني عن هذا الموضوع يعني خلال زيارة واشنطن. على عينك يا تاجر. يعني أنا أوباما احكي إيش بدك، اعمل إيش بدك، صرح مثل ما بدك، كلياته حكي فاضي. ست جرحى في ثلاث عمليات بالأمس كانت في الضفة، ووفاة جندي دويسة قبل أسبوع في الخليل. شرطة القدس، يعني شرطة القدس هي تحتجز حتى الآن 9 جثث لمنفذي عمليات. وزير الأمن الداخلي يواصل هذه السياسة ويرفض إعادة الجثث. هذا أردان. أردان نعم، جلعاد أردان فيما يعني يعلون وزير الأمن هو لا ما عنده مشكلة ضد هذه السياسة. ضد هذه السياسة نعم.
ابن ثروة الشعراوي، المرأة العجوز التي في الخليل، قتلت في الخليل يعني الشهيدة. هو يعني كيف يعني ما بيبدأ مرة اختيارها 72 سنة ماشي 20 بالسيارة، فبدأ تدخل على محطة البنزين يعني بقتلوها يعني. وأيضا أبناء العائلة في مقابلة طويلة في صحيفة هارتس يقولوا يعني محققون من الشباك وصلوا عندنا على البيت وحاولوا يفحصوا عن الوضع النفسي للوالدة للشهيدة، والجنود اللي أطلقوا النار، لا لا اللي حرسوا محققين الشباك قالوا نحن رايحين نهدم المنزل العيلي، هني هيك بيحكوا عمليا يعني. هذا يعني متوقع هاي التهديدات يعني، وانا بما انها هي قتلت بدم بارد يعني ما حدا ما لا يمكن انه يعني حتى الصور اللي صورها الجيش الاسرائيلي بتبين انها ما كان عندها نيه لدى الجنود ولا قربت على الجنود، عشان بيحاولوا من خلال هاي التهديدات ممكن من شان تخويف او ارهاب العيله ما تقدم دعاوى وشكاوى ضد الجنود وضد جيش الاحتلال. صحيح. الحكومه تخفي تقريرا عن عيوب في المفاعل النووي في ديمونا على الرغم من ان التقرير يعني لا يتعلق بامن اسرائيل يعني بامن يعني ايش بيعملوا داخل هذا المفاعل يعني. وفي خبر يعني كثير مثير للاهتمام. أيوة. المحكمة الدينية اليهودية الشرعية اليهودية حكمت لصالح رجل على الرغم من إهماله لأولاده. لماذا؟ لأن زوجته لها صديق غير يهودي. يا سلام. أو عشيق غير يهودي. يعني لأنك رحت مع واحد غير يهودي بدك تتعاقبي ونحكم لصالح الزوج. الزوج. هذا هون هاي العقلية الإسرائيلية يعني العقلية اليهودية بالأساس. وألمانيا تقرر تغيير سياستها اتجاه الباب المفتوح للمهاجرين اللي بيجوا من الشرق الأوسط بالأساس. طبعا يعني هذا بعد ما وصلوا بعض الانتقادات حتى من بعض قادة أوروبا لألمانيا بسبب فتح أبواب ألمانيا للهجرة. الكاريكاتير في صحيفة هارتس اليوم يعني هو بيحكي عن حياة الرئيس الحكومة الأول لإسرائيل دافيد بن غوريون. صار نقاش داخل إسرائيل هل ينشروا عن علاقاته الغرامية لبن غوريون أو لا. فهنا كاريكاتير يعني شو اسمه بن غوريون مع صاحبه من صاحباته من صديقه من عشيقاته يعني بتسأله بولا مرته لدافيد بن غوريون بتعرف يعني بتعرف. هو كان يعني حسب ما ينشر وحسب ما هو معروف كان يموت خوف منها لمرته. ولا لا قلت لها اني انا عند شزار الرئيس اسرائيلي يعني انا رايح عند شزار احنا يعني تحت الشجر مبسوطين هو وياها يعني لانه بعد ما صار النقاش هل ينشروا علاقاته الغرامية ولا أن نشروا هذا الكاريكاتير. ننتقل لصحيفة يديوت أحرنوت. العنوان الرئيسي طبعا هو الولايات المتحدة واللقاء يعني بين نتنياهو بين الانخفاض الشفل يعني الأوطى من الواطي يعني والقمة بين نتنياهو وأوباما. نتنياهو يلتقي أوباما للمرة الأولى منذ توقيع الاتفاق مع إيران. نتنياهو سيطالب بزيادة الدعم العسكري. مش عارفين ليش يعني مين بدي يحارب اليوم نتنياهو؟ الله أعلم. بدي يحارب أهل الخليل بجوز بده الصواريخ وهاي طيارة الشبح. وحسب ادعاء مصادر أمريكية فأنه سيصاب نتنياهو بخيبة الأمل من الرد الأمريكي. خيبة أمل من طلبه للمساعدات العسكرية. نعم. نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن ينتقد تعيين برات. لن نقبل مثل هذا التعامل وإهانة الرئيس وكيري نقطة. طبعا يعني هو أضاف أنه يعني كيري أكثر شخصية في العالم بتعمل من أجل أمن إسرائيل. صحيح. وصحيح. طبعا صحيح. وأوباما أكثر رئيس أمريكي داعم لإسرائيل.
وباعترافات اسرائيل نفسها وباعترافات يعني قادة الحركة اللي اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من هيك هو يهاجمه لانه اسود ولانه من اصول إسلامية أفريقية يعني. صحيح، في عنصرية لسه لا طبعا يعني يعني العنصرية هاي مش غلط يعني. المحلل السياسي شيمون شيفر بيكتب اليوم ما في وجبات بدون مقابل، في مثل بالعبري يعني. فقول نتنياهو هزم 3 مرات أمام أوباما في الملف النووي الإيراني، أولا فشل في منع الاتفاق، ثانيا فشل في منع إيران من مواصلة أبحاثها النووية، وفشل أيضا في تهديداته العسكرية لتدمير المفاعل النووية في إيران. واليوم سيلتقي أوباما طبعا وسيهزم مرة أخرى في مطالبته لزيادة الدعم العسكري. نتنياهو يصل اليوم إلى واشنطن وفي الضفة انتفاضة السكاكين. وأوباما سيطلب رد أو توضيحات من نتنياهو حول كيفية منع إقامة دولة ثنائية القومية ومنح حقوق للعرب في الداخل، للفلسطينيين في الداخل، لأنه بذكروا لنتنياهو بأنه اليوم الانتخابات قال العرب بيجوا ببساط بيجيبوهم في الحافلات للتصويت مشان من أجل إسقاطه يعني وأثار اليمين الإسرائيلي، وفعلا عمل انقلاب في الرأي العام الإسرائيلي. وفاة جندي اللي دهس قبل أيام، تهريب يهود حلب في اليوم يعني لأول مرة يعني يكشف عن هذا الموضوع في عملية مركبة وخطيرة إلى تركيا، طبعا الموساد اللي كان وراء هاي العملية. لكن الوكالة الصهيونية اللي تقف والموساد يعني وراء هاي إخراج اليهود من حلب، اقترحوا على امرأة الهرب بدون زوجها وأولادها، لأنهم يبدو أنها متزوجة من مسلم. نعم، إلا أنها رفضت وعادت إلى حلب. ما بدها. وزير تطوير النقب ريدر جديد هذا يعني زدوله إياه شوية، يعمل على تجديد قبور الأولياء في إسرائيل، يعني بروحوا يناموا على قبور اليهود المدينين، يعني إذا في واحد يعني ولي زي الولي يعني بروح بناموا طول الليل، مزبوط يعني هي معروفة بركوا مشان يبارك لهم، مشان يجيهن أولاد، مشان إذا مرضين نفسيا يعني بزيدوا مرضهم النفسي، ولكن بملايين الشواقل يعني بده يروح يستثمر ملايين الشواقل في هاي في القبور. ما شاء الله مفتح على الاخر يعني هذا زلمه بلعبها هو، بروح على العقليه الناس البسطه اللي بيامنوا في هاي الخرافات يعني. اي كاريكاتير يديوت احرنوت اليوم طبعا بيحكي عن اوباما ونتنياهو. طبعا نتنياهو معطي اوباما ليست مجلد كثير يعني هسه كل هون $250 مليون مشان الطياره اللي بده يشتريها نتنياهو جديده، وبيت رئاسه الحكومه جديد. يعني اسرائيل في عليه هجوم رهيب نتنياهو على هذا الموضوع على المصاريف. هون هاي مطالبه المساعدات يعني اوباما طيب. بيقرا فيها بقول هذاك بدك يعني شو هاي $250 مليون ولا شيء مشان الطياره والبيت الجديد اوباما بيساله، ونتنياهو مبسوط. بس انا حسب رايي بيرجع اماكن مش كفين، انا حسب رايي مش لانه اوباما صار يحب الفلسطيني، اوباما ما بده يبحث موضوع الفلسطيني بالمره مع نتنياهو، ولكن خطوات بناء. انا سمعت الوزير سيلفان شالوم وانا جاي في الاخبار كان معاه لقاء حول شو الخطوات اللي نتنياهو ممكن يقدمها للفلسطينيه. شوف السخافه، شوف لوين السخافه. هذا هو مسؤول عن ملف المفاوضات بالمناسبه، وزياده ميه، بناء هون بناء هناك،
يعني انا ما فهمتش منه التجاره العمل هاي هي الخطوات يعني لا امور حتى مش اقتصاديه يعني المي انت بتسرق المي من من الارض الفلسطينيه انت بدك تزيد لنا المي يعني جايبها من دار ابوه مثلا جابها يعني سيلفان شالوم من تونس لما هاجر ابوه لفلسطين جاب المي معاه من هناك يعني بس يعني يلا خذوا لكم اخرى لتر مي فلسطينيه يعني في منطق في التعامل وفي الحكي حتى يعني هون على حسب رايه هو بيستهتر مش في عقليه الفلسطيني معرفة. ولا الامريكي هو بيستهتر في عقليه نفسه صحيح صحيفه معريف وفاه الجندي طبعا وعائلته تتبرع باعضائه نتنياهو في البيت الابيض التعويض والمطالب الاسرائيليه من الولايات المتحده في اعقاب طبعا الاتفاق الايراني نتنياهو سيوافق او سيطرح خطوات بناء لبناء الثقه مع الفلسطينيين لكنه لن يعلن عن تجميد الاستيطان مش وارد شو الخطوات اللي هي هاي نتنياهو اللي بدي من عليها للشعب الفلسطيني اسرائيل نقلت المعلومات الاستخباراتيه للولايات المتحده وبريطانيا حول دس قنبله في الطائره الروسيه التي تحطمت في سيناء انا هون واليوم صارت ولما بلش يحكوا انه هاي داعش قلت انا اسرائيل هي من تقف وراء هذه التسريبات المعلومات لانه عندها مصلحه في سياحيه يعني مئات الاف حتى ملايين السياح الاجانب خاصه من روسيا وبريطانيا بروح عشرة من الشيخ ولو اسرائيل بدها السؤال هل اسرائيل راح تعرف تجيبن على ايلات مثلا هجوم رهيب على عضو الكنيسة حنين الزعبي كمان مره حنين الزعبي هي في ذكرى ليل الكريستال اسمه لما الالمان النازيين في سنوات الثلاثينات هجموا على اليهود والمحلات اليهود وكانوا يكسروا الثريات الكريستال اللي في المحلات اليهود سموها ليل الكريستال وهي دعيت الى هولندا لهذه الذكرى طبعا من قبل مجموعه يساريه فهي تحدثت عن ما يحدث في اسرائيل اليوم وقالت بان ما يحدث اليوم في اسرائيل هو مشابه لما حدث مع اليهود في ألمانيا النازية في سنوات الثلاثين من القرن الماضي وفي عليها هجوم رهيب كيف يعني طب هو نتنياهو برأ هتلر من دم اليهود من أسبوعين ثلاثة بس انت يعني هاي حكت ايش حكت هي تحدثت عن حرق عائلة الدوابشي عن الاعتداءات على العرب بشكل حقائق كله حقائق كله حقائق وايضا يعني القوانين اللي تسن ضد العرب زي ما كانت في المانيا النازيه بل كانت يسنوا قوانين ضد اليهود الحاخام اليكيم ليفانون حكينا عنه يطالب بهدم نابلس لكنه يقول الامر لا يتعلق بنا يعني لو انه بتعلق فيه هو شخصي كان قصفها في من زمان الطائرات الشبح الامريكيه اللي بدها تصل لاسرائيل نعم نكتفي بهذا القدر شكرا جزيلا لك يسعد صباحك وموعدنا بتجدد أكيد غدا فاصل قصير مشاهدينا ونكون مع محطتنا المنوعة في فلسطين هذا الصباح موطني موطني
الجمال والسناء والبهاء في رباه في رباه والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواه في هواه. هل أراك الأرى سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماء تبلغ السماء أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الفقرة نتحدث عن موضوع يهم أكبر شريحة من المشاهدين والمواطنين وهي أسعار الخضروات والفواكه واللي شهدت الأسواق يعني ارتفاع ملحوظ في هذه الأسعار. يعني من نحاول نعرف لماذا هذا الارتفاع، هل هو بسبب أحوال الطقس، هل هو بسبب يعني التبدل في المواسم وبالتالي خلال شهر أكتوبر لاحظنا انخفاض في الإنتاج وهذا أدى إلى ارتفاع في الأسعار، ونناقش أيضا جزئية الزراعة العضوية في فلسطين. طبعا نناقش كل هذه الجزئيات وكل هذه المواضيع مع المهندس عبد الله اللحلوح وكيل وزارة الزراعة. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. ويعني بداية نتحدث عن ارتفاع الاسعار، احنا شهدنا ارتفاع يعني ملحوظ في اسعار الخضار والفواكه بنقدر نقول من فترة ما من شهر رمضان خلينا نحكي، ويعني هذه الارتفاعات ملحوظة، يوم بتزيد يوم بتقل، ولكن في ارتفاع واضح في السوق. يعني بالحقيقة بداية صباح الخير لكم جميع الأخوة المشاهدين، وتحية محبة واحترام وتقدير للمزارع الفلسطيني المزارع العملاق الصامد المرابط في أرضه في كافة ربوع الوطن. حقيقة فيما يتعلق بالخضار أو بالقطاع الزراعي الفلسطيني، نحن نعتبر بلد من البلدان التي نفتخر يعني بمنتوجنا الوطني من الخضار بكافة أنواعها، وأستطيع أن أقول أنه لدينا نحن اكتفاء ذاتي وفائض أيضا من محاصيل الخضار، إلا أن كما ذكرتم هناك أسباب مركبة لارتفاع الأسعار التي نلحظها في هذه الفترة. مثل ما تفضلتي هناك تداخل في العروات أو المواسم، وهذا يعني أستطيع أن أقول هناك منطقتين يمكن المقارنة بينهما، مما يؤدي إلى في فترتين من العام من 15/5 و15/6 من كل عام نرى هناك انخفاض في كمية العرض من منتجات الخضار وخاصة الخضار الصيفية مثل البندورة والخيار وغيرها وعلى أهمها البندورة بالذات، وأيضا ما بين 15/10 و15/11 إلا أن نفس الشيء هذه الفترة يكون تخرج في 15 يعني من 1/10 تقريبا ل 15/10 تخرج المناطق الجبلية من محافظة الخليل وحتى جنين، كل المناطق الجبلية تخرج من عملية الإنتاج وتبدأ بدخول إنتاج الأغوار. الأغوار تخرج عملية الإنتاج حتى 15/5 وتتم الزراعة ب1/9 وينزل ويكون هناك ذروة الإنتاج أو الإنتاج الفعلي تبدأ من 15/11 من 1/11 وحتى 15/11. ولكن هذا العام إذا لاحظتم هناك ارتفاع ملحوظ غير مسبوق بدرجات الحرارة في نهاية شهر الصيف في نهاية شهر 7 وخلال شهر 8 صحيح. أدى ذلك إلى فشل عملية العقد في الإزهار. البندورة بشكل عام كل 10 أيام يكون هناك طوف من الأزهار جديد. هلأ استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق أدى إلى ضياع 5 أفواج من الإزهار. كل فوج من الإزهار يؤدي فشل في العقد يؤدي
الى خساره على مستوى الدنم الواحد 1.5 طن. طب حتى نبسط الصوره للساده المشاهدين، الى متى سيتم التاخير في موضوع الانتاج مثل ما كان خلال فصل الصيف او خلال فصل الشتاء؟ صحيح. وهذا اكيد بالتالي راح ينعكس عليه انخفاض في اسعار يعني الفواكه والخضره، يعني البندوره 10 شيكل، الخيار الكيلو ب7، الكوسه ايضا مرتفع، وقلنا فتره على هذا المنوال سيدتي. يعني كما قلنا احنا في الحاله الطبيعيه لحد 15/10 ل 15/11 هناك ارتفاع، هذا طبيعي، ولكن نتيجة ارتفاع الحرارة كما تفضلتي زادت هذه الفترة من رمضان وحتى هذا يعني التاريخ. ولكن أستطيع أن أقول يعني وأطمئن الأخوة المستهلكين، وإن شاء الله أنا بنفسي إذا كان يعني نزوركم الأسبوع القادم ستجدون هناك انخفاض ملحوظ في أسعار البندورة والخيار وغيرها من المنتجات. الآن يعني أستطيع أن أقول من الأربع اللي فات من الثلاثة الماضي هناك انخفاض ملحوظ في الأسعار. يعني البندورة مبارح مثلا أو أول أمس كانت وصلت 7-8 9 حسب المناطق كيلو. إن شاء الله بداية بنهاية الأسبوع القادم، في منتصف الأسبوع القادم، ستعود الأسعار إلى معدلها الطبيعي، يعني 3 كيلو ب10 شيكل أو زي هيك. فيعني أستطيع أن أطمئن الأخوة المستهلكين بأنه إن شاء الله سنلحظ انخفاض في أسعار مجمل الخضار اعتبارا من الأسبوع القادم إن شاء الله. إذا بنروح لموضوع اللحوم، وأيضا موضوع اللحوم يعني كنا تحدثنا عنه سابقا، وتحدثنا عن يعني اتفاقيات لاستيراد لحوم من الخارج، وكان من المتوقع أنه تنخفض أسعار اللحوم في الأسواق الفلسطينية، ولكن أيضا لم تنخفض هذه الأسعار من رمضان برضه. بالضبط. الخضرة نار واللحوم يعني حقيقة دعيني لا نسلط الضوء فقط على فلسطين، ولكن خلينا يعني نعطي للأخوة المشاهدين فكرة بأنه في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، في منطقة جنوب المتوسط اللي إحنا جزء من هذه المنظومة أو من هذه المنطقة، تعاني تعتمد بشكل رئيسي على استيراد الغذاء. بلغت في عام 2014 فاتورة الغذاء العربي 36 مليار دولار حسب إحصاءات المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي تتبع الجامعة العربية. 36 مليار في الدول العربية فاتورة الغذاء. ما هي مكونات فاتورة الغذاء؟ اللحم الأحمر، الحبوب، الزيوت والسكر. وبالتالي نحن جزء من هذه المنطقة أننا نعاني، يعني الحبوب، وأنا أعني القمح والشعير والأعلاف، لا يتعدى إنتاج فلسطين من الحبوب والبقوليات أكثر من 8% من مجمل الاستهلاك السنوي، والباقي استيراد. الأعلاف 15% فقط اكتفاءنا الذاتي، و 85% استيراد. هذا بالإضافة إلى أننا في اللحم الأحمر، يعني رقمين مهمات جدا يعرفوها الناس، بأنه استهلاكنا السنوي 36,000 طن سنويا من اللحوم الحمراء، وإنتاجنا ما ننتجه لا يتعدى 14 ل 15 ألف طن، وبالتالي نحن نستورد 21 ألف طن، معظمها من اللحوم الحمراء التي مصدرها العجول والأبقار. نحن نستورد 85% من استهلاكنا من العجول. هذه الطازجة ولا الطازجة؟ ومعظم استيرادنا، إذا بديش أقول كله، هو يأتي عبر إسرائيل. وهنا أريد أن أقول بأنه لا ننسى، يجب أن لا ننسى عراقيل الاحتلال. يعني حتى الدول التي لا تعاني من الاحتلال تواجه مشكلة في انخفاض إنتاجية من اللحوم الحمراء والحليب، لازلنا تواجه، ولكن نحن نواجه صعوبة أنه 85% من مراعينا الطبيعية لا زالت تحت سيطرة الاحتلال، وبالتالي مزارعنا غير قادر على الوصول بمواشي لي، وبالتالي يعتمد على الأعلاف المركزة المستوردة، وهذا ما يزيد كلفة الإنتاج. وجود العراقيل تحت ما يسمى باتفاقيات الصحة والصحة النباتية الإسرائيلية اللي هي سانيتري فايتو سانيتري، وهذا معروف إشي دولي، بأنه كل ما يمكن استيراده يجب أن يؤخذ بموافقة من الاحتلال الإسرائيلي. صحيح. وبالتالي القيود المفروضة علينا، كل ذلك يؤدي إلى عدم تطور هذا المنتج. الآن اللحوم الحمراء كما ذكرت، هو عندنا نقص بحدود 55% من مجمل الاستهلاك، 45% فقط اكتفائنا الذاتي. ما جرى أنه بعض الدول وخاصة الدول أوروبا الشرقية أصبح لديها بعض الأمراض زي اللسان الأزرق أو الحمى القلاعية أو غيرها، وحسب منظمة العالمية للصحة الحيوان الـ OIE
كان هناك حجر على هذه إسرائيل قللت من الاستيراد بسبب هذا الكلام، أدى ذلك إلى قلة في عرض اللحوم الحمراء من العجول، مما انعكس سلبا، مما زاد الطلب على اللحوم الخراف، مما ادى الى الارتفاع. طب ولكن اسمح لنا، نعم كان في عندنا جزئيه انه استوردنا مره واحده صحيح. من صربيا، ويعني الجميع استبشر، وحتى انت وزاره الزراعه راح تنخفض الاسعار والمواطن سيجد الفرق وسنواكب عمليه الاستيراد بالزبط. ومش اول شحنه وما شفنا شيء بعدها. دعيني يعني اكمل، احنا ماذا نتحدث عن الاستيراد؟ لدينا فقط ضمن الكوتا معفي من الضرائب للخراف 25,000 خروف، وهذه تكون بوزن بمتوسط 40 كيلو، يعني لا يتعدى الوزن الكلي لل 25,000 خروف مليون كيلو، يعني باعتبار 1000 طن. 1000 طن عندما يذبح الخروف قائم يصفي على النصف 50%، يعني بنحكي عن 500 طن، ونحن نتحدث عن استهلاك كلي يصل الى 36,000 طن. فبالتالي صحيح تم استيراد فقط 3,000 خروف فترة العيد، ولكن شح ما هو موجود من العجل واستمرار هذا الكلام. الآن بدأت الأمور يعني سنلحظ بعض هبوط في أسعار اللحوم نتيجة زيادة العرض وإعادة الاستيراد من بعض الدول اللي كانت يعني غير مسموحة، وبالتالي سنلحظ هبوط، ولكن لم يتم استيراد حتى هذا التاريخ إلا 3,000 خروف من أصل 25. طب ليش؟ وين الدفعات الباقية؟ هنا هنا نتيجة نتيجة أنه كان في فترة زي ما بنعرف الحج وفترة الأضاحي كانت معظم الكميات محجوزة، وبالتالي أدى ذلك إلى استيراد جزء بسيط عبر الطائرات، وبالتالي كانت ارتفاع أسعارها يعني 60-65 شيكل. ولكن ما أريد أن أقوله ويجب أن يسمع المشاهدين، نحن الآن نعمل استراتيجيا. تفضل. وهنا لا أريد أن أقول بأن هناك أيضا أن لا نغفل أن هناك بعض الاستغلال، يعني إحنا كلفة الخروف 25 شيكل، كلفة الكيلو على المزارع 25 شيكل مع التربية، وهناك يجب وأنا أريد أن أؤكد ودائما أقول بأن يجب أن يكون هناك زيادة في الرقابة من جمعية حماية المستهلك على الملاحم على التجار، بحيث يتقيدوا، لأنه مش معقول إننا نربح بالكيلو أكثر من 25 شيكل. هذا اللي بصير، هذا اللي عم بصير. إذن هناك في قصور في الرقابة على بعض الكذا، ولكن استراتيجيا نحن نعمل على إن شاء الله، وصلنا عدة سنوات، ولكن الجانب الإسرائيلي الذي يضع العديد من العراقيل وهو استيراد اللحوم المبردة الطازجة مباشرة إلى الأسواق الفلسطينية ويعرض كما هو في الدول المجاورة. يعني اللحوم البلدية في الأردن على سبيل المثال 13 دينار كذا. وأنت تجدين اللحوم السودانية أو اللحوم الأسترالية أو غيرها بست دنانير سبع دنانير، وهذا يعطي الأفضلية. هذا نعمل عليه الآن بشكل حثيث، ومعالي الوزير ومجلس الوزراء، وإن شاء الله أن في سقف زمني نتقدم إن شاء الله. نحن نعمل، ولكن كما قلنا هناك مرتبط بالجانب الإسرائيلي ودائما الذي يضع العراقيل، ولكن إن شاء الله سننجح في هذا الموضوع. الموضوع الثاني هو إقامة المحاجر البيطرية. هنا عندما يأتي التاجر الفلسطيني ويعني يريد أن يحضر 1000 رأس من الأبقار، لا يوجد لدينا محجر بيطري خصوصا إذا كانت مستوردة، يجب أن يذبحها في خلال 3 أيام، وطاقتنا الاستهلاكية ومسالخنا لا نستطيع أن نعمل. وبالتالي إقامة المحاجر البيطرية هذا جزء رئيسي من استراتيجيتنا، بحيث يتم استيعاب عدد كبير من رؤوس الأغنام أو الأبقار أو العجول إلى حين ذبحها وكذا. النقطة الثانية أننا نركز على استخدام مخلفات الزراعية النباتية والحيوانية بالعليقة الزراعية وتحويلها إلى سايلج لإدخالها في عليقة الحيوان، مما سيؤدي إلى تقليل كلفة الأعلاف من 30-40%. وهذه بعض القضايا الاستراتيجية، وبالتالي كل ما نقوم فيه هو آني، وستكون المشكلة تظهر في اختلاف في الصورة. يعني اسمح لنا أن نتابع إحنا وياك هذا التقرير لزميلتنا ديانا حكمت. عن اليمين جدار الفصل العنصري، وعن اليسار مصانع جيشور الإسرائيلية الكيماوية. هنا في حاكورتنا ومن رحم المعاناة يولد الابتكار. مزرعة هي ممثلة لفلسطين في مؤسسة القرى البيئية العالمية.
15 دنما مزروعة بمختلف أنواع الخضروات والأشجار المثمرة هو ما تبقى من مزرعة حاكورتنا التي صدر الاحتلال أكثر من نصف مساحتها، مقاومة من نوع آخر تنتجها المزرعة التي استطاعت أن تطرد جيش الاحتلال من أراضيها بعد أن حولها إلى معسكر تدريبي إسرائيلي وجرفتها الآلة العسكرية مرارا لتنعكس معاناة أصحاب المزرعة بالزراعة العضوية الصحية خلافا لما تنتجه المصانع الإسرائيلية المحاذية من ملوثات سامة. أخذنا قرار عاقل في داخل أنفسنا على أنفسنا أن احنا نبلش نغير من جهتنا، مش قادرين نغير من جهة هذا المصانع أو نقيمها، خلينا نغير من أنه هون في المزرعة، وبالتالي بلشنا نتوجه لزراعة عضوية أو زراعة نظيفة أو زراعة خالية من الكيماويات أو اللي بسموها بالإنجليزي الأورجانيك بلانتينج. اليوم إحنا في هذا المزرعة في مرحلة متقدمة جدا، عندنا رسالة مهمة جدا كمان في هذه المزرعة، هذه الرسالة اللي هي بتقول الماء والغذاء والطاقة متوفرة لكل أبناء البشرية إذا ما اتبعنا قوانين الطبيعة وابتعدنا عن قوانين رأس المال. حكورتنا التي أثبتت وجودها محليا وعالميا تحتضن بين ربوعها نماذج عملية لمشاريع مبتكرة كالمجفف الشمسي الذي يعمل على تجفيف الخضروات والفواكه دون استخدام أي مواد حافظة، ومن أغرب ما تم تجفيفه بعض الفواكه كالبطيخ والأسكادينيا. وتحتوي المزرعة أيضا على بنك مصغر للبذور من المحاصيل المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى استخدام آليات بسيطة لإنتاج الغاز العضوي لسد الاحتياجات اليومية وتدفئة البيوت البلاستيكية شتاء. في داخل هذا التانك منجيب روث البقر، كل دلي وروث بقر منحط له 5 دلاو مية ومنديره في داخل هذا التانك، وبصير هذا المحلول يتفاعل مع بعضه، ونتيجة التفاعل بصير يخرج غاز الميثان. هسا غاز الميثان من أجل أن نجمعه منجيب تانك ثاني منقص الوجه تبعه ومنحطه بشكل مكلوب، بصير الغاز لما يصير يطلع بصير يدخل في داخل هذا التانك، وبالتالي إذا زي ما أنتم شايفين عاملين في رأس التانك من فوق شبر من خلال بربيش ماشي لعنا هون، هذا البربيش موصول في قاعدة غاز طبيعي. مزرعة فلسطينية بأبعاد إنسانية وسياسية واقتصادية صمدت رغم الحصار والعراقيل الإسرائيلية، بل وتميزت لتكون من أهم المزارع العضوية في فلسطين. لبرنامج فلسطين هذا الصباح من ضاحية ارتاح جنوب طول كرم، ديانا حكمت. شكرا للزميلة ديانا حكمت على هذا التقرير. مرة أخرى نرحب بالمهندس عبد الله لحلوح وكيل وزارة الزراعة. ولما نتحدث عن موضوع الزراعة العضوية، هذا أصبح في العالم منتشر بشكل كبير. في فلسطين ماذا عن خطط وزارة الزراعة لتنمية هذا الموضوع ودعم انتشار الزراعة العضوية؟ يعني في البداية أنا أوجه التحية لأخواننا المزارعين، فعلا المزارع الفلسطيني مزارع عملاق رغم كل ما يواجهه من تحديات، يعني لا يستطيع أي مزارع في العالم أن يواجه ما يواجه مزارع الفلسطيني، ولكنه كل يوم يصنع قصة نجاح. حقيقة الزراعة العضوية يجب أن نفرق ما بين مفهومين، هو الزراعة العضوية والزراعة البيئية. يعني الزراعة العضوية هي ليجل أو تكون أخذ صفة المنتج المرخص أو المزارع وفق معايير، وهناك العديد من المعايير للزراعة العضوية سواء معايير أوروبية أمريكية يابانية، ونحن معظم مزارعينا الذين ينتجون الآن بشكل عضوي هم يتبعون المدرسة الأوروبية. حقيقة ماذا نعني بالزراعة العضوية؟ هي نظام مغلق، أي أن الزراعة تتماشى مع النظام البيئي الطبيعي دون استخدام أي مدخلات إنتاج خارجية أو كيماويات كما تفضلتي، وبالتالي لا نستطيع أن نطلق على هذا المنتج عضوي أو غيره إلا إذا اتبع مجموعة من المعايير. الآن بفلسطين لدينا وكلاء معتمدون من شركات أوروبية تمنح صفة المنتج العضوي، سواء كالترخيص، وعندنا مركز الترخيص العضوي الفلسطيني أو ما يسمى إكواب، وهو يتبع لشركة أو مركز أوروبي، ولا يوجد لدينا كما قلت أجسام تمنح الترخيص. وزارة الزراعة في هذا الإطار طبعا لأهمية الزراعة العضوية، ومعظم الزراعة الفلسطينية إذا ما قورنت بالزراعة الكثيفة في الدول المتقدمة، معظم زراعتنا عضوية، معظم زيتنا عضوي، معظم الحبوب التي تنتج لدينا عضوي، ومعظم لقلة استخدام الكيماويات فيها. وبالتالي الزراعة العضوية تضفي قيمة على المنتج ولا
تزيد من كلفة الإنتاج على العكس، وبالتالي هذا سيؤدي إلى إنتاج غذاء صحي ذو جودة عالية، يؤدي إلى توفير ربح سعر عادل للمزارع، ومما ينعكس على دخله. وبالتالي هذا الموضوع يعتبر على سلم أولويات وزارة الزراعة. وزارة الزراعة تعمل الآن بطريقة أو أول خطوة اللي هو التشريع. التشريع وضع نظام للزراعة العضوية، والذي من خلاله سيتم تنظيم عملية الزراعة العضوية والإنتاج العضوي، وأيضا يعمل على تنظيم منح الترخيص لأجسام تمنح الترخيص مستقبلا. والنقطة الثانية واللي هو تقديم الدورات التدريبية سواء للفنيين أو المزارعين. والآن أصبحت وزارة الزراعة مؤسس وشريك لما يسمى بمركز كنعان للبحث والإرشاد في الزراعة العضوية، وهذا مؤلف هذا المركز من جامعة نورث كارولاينا الأمريكية، معهد باري الإيطالي، جامعة النجاح الوطنية، القطاع الخاص من خلال شركة كنعان ووزارة الزراعة. هذا سيعنى بتقديم العديد من الدورات والتوعية للمزارعين وحسب معايير الزراعة العضوية، إضافة إلى أن هناك يعني عدد من الشركات التي تحمل صفة تصدير المنتجات العضوية، منها مثلا شركة الريف ومنها شركة كنعان، ولدينا أيضا الجمعية الفلسطينية للزراعة للزراعة العادلة. عن الزراعات العضوية، ليش لسه بنتحدث عن تصدير يعني إلى الخارج قبل ما نشوف تصدير إلى السوق المحلي؟ وهون كمان هذا ما يواجه يمكن الزراعة العضوية دائما بالحديث عنها، إنه أسعارها بتكون يعني مرتفعة أكثر من العادي، وبالتالي المواطن يعني إذا هو إحنا بنتحدث عن الأسعار المرتفعة بالأساس للخضروات، فما بالك لما نروح على الزراعات العضوية؟ والله وحقيقة هذا الكلام لن يتم إلا بزيادة المساحات المزروعة بشكل عضوي، وهذا ما نحن نهدف له. ولكن أختي الكريمة، الوعي حتى المستهلكين، الوعي بالزراعة العضوية لا زال قليل. يعني حتى إذا كان إنتاجنا أكثر من اللازم، لن تجدي عدد كافي من المستهلكين، وبالتالي فتح الأسواق الخارجية هو عملية موازية للسوق المحلي. إلا أننا لابد أن نعمل على يعني فتح الأسواق ضروري جدا، وبنفس الوقت توعية الإنسان الفلسطيني. لما أنا بدفع زيادة ممكن، ولكن أنا أضمن ضمان كامل بأن هذه يعني المنتجات ذات جودة عالية. ولكن هذا الموضوع ليس فقط لدينا، وإنما أيضا في معظم الدول النامية يحتاج إلى مزيد خصوصا من الحكومة وأيضا من القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي. طب إذا الزراعة العضوية هي مشروع واعد بالنسبة سواء للمزارع أو للدخل العام للبلد، لماذا لا يكون هناك زيادة في رقعة الأراضي والمزارع المخصصة للزراعة العضوية؟ ومش غلط إذا كان في تعليمات وإرشادات من قبل وزارة الزراعة للأشخاص أو المؤسسات الحابة تخوض في هذا المجال، حتى يكون عندها معرفة أكثر في كيفية الزراعة ومن ثم الاستيراد وفتح أسواق للخارج. يعني أستطيع أن أقول بأنه على سبيل المثال الزيتون، الآن مساحة الزيتون التي تنتج زيت عضوي حوالي 60,000 دونم، يعني وهذا تطور ملحوظ. هناك اللوز، هناك البندورة، هناك بعض الخضروات الحبوب زي الفريكي زي الكذا، الزعتر والسمسم وغيرها من يعني المحاصيل أصبحت تدخل. ولكن لا زال هذا الموضوع يعني أستطيع أن أقول بأنه ليس بالحجم المطلوب، يعني ولكن يحتاج كما ذكرت إلى جهود من الحكومة وعلى رأسها وزارة الزراعة، وأيضا جهود من مختلف العاملين وخاصة المراكز البحثية، الجامعات، القطاع الخاص والمزارعين أنفسهم. لدينا الآن كما ذكرت الجمعية المركز الفلسطيني أو الجمعية الفلسطينية للتجارة العادلة، تنضوي تحتها حوالي 50 جمعية، ينضوي تحت 50 جمعية 1,500 مزارع، وهذا عدد فقط يورد لشركة كنعان للزراعة العضوية، ولكن هناك شركة الريف وأيضا تتعاقد مع عدد من الجمعيات. وهذا الموضوع يعني لا زال بسيط، ولكن هناك تطور، ولكن يحتاج إلى تشريع، مزيد من التدريب، مزيد من التوعية، وأيضا زيادة في عدد الفاحصين المؤهلين أو المرخصين لمنح الإنتاج العضوي. شكرا لك طبعا مهندس عبد الله اللحلوح وكيل وزارة الزراعة، يسعد صباحك. صباح الخير. شكرا لك. مباشرة إلى زميلتنا أسماء الوادية في غزة، يسعد صباحك يا أسماء.
صباح الخير مي، سعد صباحك منى، صباح الخير لكل الزملاء في استديوهات رام الله، لكل الساده المشاهدين وين ما كنتم بتتابعونا عبر شاشه تلفزيون فلسطين بفلسطين هذا الصباح. يسعد صباحكم وايامكم مشاهدينا. طبعا كلنا بنعرف بانه من رحم الالم والمعاناه يولد الابداع وتولد الاراده والعزيمه والاصرار. هذا ما تعود عليه ابناء الشعب الفلسطيني وما ابرزه للعالم اجمع واثبته للعالم اجمع بانه قادر على اكمال المشوار حتى وان كان وحيد طبعا هذا الشعب. مشاهدينا بخصوص هذا الموضوع ضيفي معي في الاستوديو لهذا اليوم هو أول فلسطيني حاصل على جائزة أفضل مرشد أعمال في العالم والفلسطيني الوحيد أيضا مشاهدينا المشارك في مسابقة الأمير بن عبد العزيز بن عبد الله العالمية للريادة وأيضا صاحب المركز الأول منفردا في هاي الجائزة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع مشاهدينا، للتعرف أكثر على صاحب هذه الجائزة، اسمحوا لي أرحب بضيفي معي في الأستوديو لهذا اليوم الدكتور ياسر العالم، استشاري تطوير أعمال. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. أهلا بكم، صباح الخير. يسعد صباحك، يعني أكيد منورنا بفلسطين هذا الصباح، وأكيد من تلفزيون فلسطين بنقول لك ألف مبروك وإن شاء الله منها للأعلى يا رب. شكرا جزيلا لكم. شكرا لحضرتك. طبعا رح نتعرف عن الجائزة، رح نتعرف عنها أكثر ولكن من حضرتك أكيد بالتفصيل، ولكن رح بنتابع هذا التقرير إحنا والسادة المشاهدين ورح بنرجع أكيد لكم مشاهدينا، ابقوا معنا. تميز وإبداع يخطه أبناء شعبنا يوما بعد يوم ليثبت الشعب الفلسطيني للعالم أنه يتواجد في صدارة مختلف مجالات الحياة. المجموعات اللي بيشرف عليها الدكتور ياسر بنلاحظ فيها انتقال نوعي من مرحلة لمرحلة من خلال مراحل الاحتضان. هذا بفضل جهوده وبفضل مساعدته لنا في الحاضنة لتطوير هذه المشاريع. أشرف على كثير من المشاريع المتنوعة في تكنولوجيا المعلومات وفي مشاريع تانية غير في تكنولوجيا المعلومات. في بداية المشروع كان المشروع فكرة في ذهني ثم تحولت إلى تخطيط لما هو موجود الآن والإشراف على تنفيذه بشكل صحيح، وذلك بإرشادات الدكتور ياسر العالم. ياسر العالم أهدى فلسطين جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله العالمية للريادة في فئة أفضل مرشد والتي حصل عليها منفردا. في معرض إكسبوتك 2014 التقينا بالدكتور ياسر العالم وطلبنا منه المساعدة كإرشاد، هو وافق على أنه يتطوع يساعدنا في المشروع في تطوير الخطة المالية وفي تطوير المشروع وكل ما يتعلق فيه بشكل ريادي أو مالي أو تسويقي أو إلى آخره. قدمنا في عدة مسابقات، كان آخرها مسابقة الرياديين أو أنا ريادية من في قطاع غزة والضفة، وتم حصولنا أنا وزميلتي على المركز الأول على مستوى فلسطين في هذه المسابقة، طبعا كله بعد ما ساعدنا الدكتور ياسر العالم. هذا الإنجاز الرائع كان نتيجة ومحصلة لعلم وخبرة الدكتور ياسر وحبه وشغفه في نقل العلم والمعلومات بطريقة صحيحة. بإرشادات الدكتور ياسر قام بتوجيهي وإعطائي دعم معنوي ودعم مادي كذلك خلال السنوات من 2011 لسنة 2015 لحد ما وصلت اللي هي العالمية، كذلك أنه بسنة 2014 رشح اسمي لأنه أني أنا أكون مشاركة بمعرض قصبة الفنان بالمغرب العربي وحصولي على المرتبة الأول في المغرب. هنا في غزة أن تحلم فهذه حقيقة، ولكن أن تحول من حلمك إلى واقع فهنا المفارقة. أيد فلسطينية تقدم يد المساعدة والعون لتثبت للعالم أجمع أنهم الأجدر بالتحدي. لبرنامج فلسطين هذا الصباح خولة الخالدي غزة. من جديد مشاهدينا رجعنا لكم لنستكمل وإياكم فقرتنا لهذا اليوم مع الدكتور ياسر العالم استشاري تطوير أعمال. من جديد برحب بحضرتك دكتور، من بعد ما شاهدنا هذا التقرير شفنا يعني بعض من الأشخاص اللي حضرتك ساعدتهم أيضا في مجال الريادة وكيف تم تطوير مشاريعهم نحو الأفضل خاصة إذا كانوا من الجيل الشباب، وهذا شيء رائع بالتأكيد.
أول شيء نعرف للسادة المشاهدين بالدكتور ياسر العالم. دكتور ياسر العالم عضو شبكة المرشدين الفلسطينيين وأمين سر مكتب فلسطين لاتحاد المدربين العرب. تطوعت منذ حوالي 6 سنوات لإرشاد الرياديين الشباب الفلسطينيين، والحمد لله تم صناعة العديد من قصص النجاح، واكتشفت أن الشباب الفلسطيني لديه إبداعات كامنة وكنت أحاول أن أبرزها، والحمد لله نجحنا في العديد من الشباب لإبراز إبداعاتهم على المستوى المحلي والمستوى الدولي. الحمد لله رب العالمين. وأكيد دائما الشباب الفلسطيني هو بحاجة فقط لمن يعني يساعده ويبرز هاي المواهب للعالم. بالتأكيد هذا عن تعريف مختصر جدا بحضرتك، خلينا نقول دكتور عن هاي الجائزة، حدثنا عنها بتفصيل أكثر لو سمحت. هذه الجائزة التي تعتبر الجائزة الأولى عالميا في مجال الريادة هي جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله العالمية للريادة. لديها 6 فئات، فئة أفضل مرشد وفئة أفضل ريادي، أفضل خطة عمل للرياديين الأطفال وما إلى ذلك. شارك فيها هذا العام 900 مشارك تنافسوا على الجائزة من 42 دولة، وأنا كنت المرشح الوحيد من فلسطين وحصلت على المركز الأول منفردا في جائزة أفضل مرشد، وهي هذه الفئة التي لم يفز فيها إلا واحد فقط من فلسطين وهو أنا. تمام. يعني دكتور باقي فئات هاي الجائزة حصلوا أو تقاسمها أكثر من فائز باقي فئات هاي الجائزة، ولكن حضرتك هو المشارك الوحيد من فلسطين والفائز الوحيد من فلسطين، ولم يتقاسم أحد معك هاي الجائزة وكنت الأول منفردا فيها، يعني حدثنا عن هذا الموضوع أكثر. نعم، الجائزة تراعي المعايير العالمية في التقييم، واستمر التقييم حوالي 4 أشهر بمراحل، تخطيت جميع المراحل بنجاح، وعندما وصلت إلى المرحلة النهائية لم يستطع أي من المرشحين الآخرين الوصول إلى المرحلة ما قبل وقبل النهائية، وبذلك أنا انفردت في هذه الجائزة. تمام. يعني معايير هاي المسابقة أو حيثيات هاي المسابقة كيف تمت، يعني بالتدرج من مرحلة إلى مرحلة، خاصة بأنه حضرتك بتتحدث أنه المرحلة الأخيرة ما قدر أي أو ما استطاع أي متسابق الوصول لإلها وحضرتك فقط استطعت. كيف كانت تدرجات هاي المسابقة؟ الجهة المقيمة للمرشحين لنيل هذه الجائزة هي جهة استشارية عالمية، شركة تيم ون، وهي معروفة عالميا في تقييماتها الدقيقة، فكان التقييم من ضمن المعايير هي عدد ساعات التي أمضيها أسبوعيا في الإرشاد، النتائج الإرشاد، الإنجازات المنهجية والطريقة التي أرشد بها، بالإضافة إلى العديد من الاختبارات المباشرة والغير مباشرة والتحقيقات حول نتائج وأثر الإرشاد على الرياديين. تمام. ونوضح للسادة المشاهدين دكتور بأنه الشرط الأساسي كان للمشاركة في هذه المسابقة أنه يكون المشارك هو متطوع في مجال الريادة، يعني لا يكسب أي مال أو أي رزق من خلال عمله في مجال الريادة، ولكن فقط يكون متطوع بشكل مجاني. نعم، من ضمن الاشتراطات للتقدم لهذه الجائزة أن يكون العمل في مجال الإرشاد تطوعي وغير مدفوع الأجر، وأنا منذ 6 سنوات متطوع لإرشاد الرياديين بالإضافة إلى أعمالي الأخرى، والحمد لله من خلال التطوع بنيت قصص نجاح عديدة لشباب فلسطينيين من قطاع غزة. هذا يمكن بيدفعنا للتفكير بقديش هاي المسابقة أو قديش هدف المتسابق نفسه إنساني من الدرجة الأولى وإنساني بحت، بعيدا عن أي مصدر مالي أو بعيدا عن أي هدف آخر، إلا أنه مساعدة الآخرين ومساعدة خاصة جيل الشباب في المجتمع الذي يتواجد فيه. هون السؤال اللي بيطرح نفسه دكتور عادة، بأنه دوافع خوضك في مجال إرشاد الرياديين بما أنه تطوعي أيضا وما في أي مصدر للرزق، كيف يمكن الحديث عن هاي الدوافع؟ بصراحة أنا لدي المهارة والشغف لنقل المعلومات وإفادة الآخرين، وتميزت في ذلك من خلال التدريب، فأنا عضو اتحاد المدربين العرب سابقا والآن أمين سر مكتب فلسطين لاتحاد المدربين العرب، وهذا دفعني إلى التعرف على والاحتكاك المباشر بجيل الشباب، و
تعرفي على أوضاعهم وحالتهم وحاجتهم إلى الإرشاد وخط هذا المجال، والحمد لله تمكنت من التميز في هذا الإرشاد والتقدير لخدماتي على المستوى العالمي. الحمد لله دائما وأبدا. طيب هذا عن دوافع خوضك في مجال إرشاد الرياضيين، ولكن دوافع خوض حضرتك دكتور في المشاركة بهاي المسابقة، خصوصا بأنه حضرتك الفلسطيني الوحيد المشارك فيها، ما هي هاي الدوافع؟ كمرشد أعمال يجب أن أكون قدوة للرياضيين الذين أرشدهم، وأنا أرشدهم أصلا للوصول إلى العالمية، فيجب أن أكون قدوة وأصنع نجاح يقتدي فيه جميع الرياضيين الذين أرشدهم. إذن لحتى يعني تشجيع وحافز أكثر للرياضيين اللي بتدربهم حضرتك. نعم، وإثبات لهم أن لا يوجد شيء مستحيل، لا يوجد شيء صعب على أي أحد فلسطيني، لأن نحن الفلسطينيين مميزين في كل شيء، وإذا انطلقنا سوف نتميز حتى لو على مستوى العالم. أكيد دكتور، يعني بصراحة بحديث سابق لحضرتك تحدثت عن أنه الدافع الحقيقي للتميز هو ما يدفع أو ما يعني ينبع عفوا من داخل الشخص الريادي، يعني هذا الشيء كيف يمكن أن يعزز طاقة الشباب وكيف يمكن أن يدفع الشباب نحو التميز عادة؟ التميز أصله من الداخل، من داخل الريادي بغض النظر عن الظروف المحيطة بهذا الريادي. إذا كان مؤمن بنفسه وقدراته، يضع رؤية لمستقبله ويسعى إلى تحقيقها ولا يتعلل بالظروف والمعيقات، فإنه سوف ينجح. إذن يعني يتحدى كل الصعوبات، وهذا أول شيء ممكن نتعلمه من الدكتور ياسر العالم بمجال الريادة. طيب هاي الجائزة لمن يهديها اليوم الدكتور ياسر؟ هذه الجائزة هي على المستوى العالمي أهديها أولا لوالدي الذين منحوني الثقة وعززوا في الطموح، وأهديها كذلك لزوجتي وأبنائي الذين صبروا على فراقي لهم خلال فترات أعمالي مع الرياضيين، وأهديها لجميع الرياضيين الذين أرشدتهم والرياضيين الفلسطينيين الطموحين إلى تحقيق شيء للمجتمع الفلسطيني، وأهديها إلى إخواتنا في الضفة الغربية الثائرين وفي القدس العربية إن شاء الله. يعني أكيد بصراحة دكتور بنتمنى لك التوفيق بإذن الله تعالى، وإن شاء الله منها للأعلى، ودائما بنكون فخورين جدا بالأشخاص اللي ممكن يحققوا شيء رائع لفلسطين، وحضرتك أكيد من أبرز هدول الأشخاص في هذا المجتمع وفي هذا الوطن. طبعا نتمنى لك التوفيق، والوقت داهمنا للأسف، كان بدي يكون معنا وقت أطول لحتى نستكمل محاورنا، ولكن هذا الوقت المتاح. شكرا لوجودك معنا، شكرا لحضرتك الدكتور ياسر العالم استشاري تطوير أعمال، شرفنا ونورتنا لليوم. شكرا جزيلا. مشاهدينا الأعزاء، لهون بكون وصلت وإياكم لختام فقرتنا لليوم من استوديوهات قطاع غزة. هلأ بنتقل وإياكم مباشرة لاستوديوهاتنا في رام الله وزميلتي منى ومي. يسعد صباحكم. يسعد صباحك يا أسماء، وصباح ضيفك، وصباحكم مشاهدينا، وما كنتم بتتابعونا متواصلين معكم في فلسطين هذا الصباح. وبعد الفاصل نتحدث عن فعاليات إحياء ذكرى الشهيد ياسر عرفات. اسمك علي، شبينك علي، يا ابو عمار، وقت الظلمة بدري لالي والشمس منهار. اسمك علي، شبينك علي،
يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا. اذا في هذه المحطه نتحدث عن فعاليات احياء ذكرى الشهيد ياسر عرفات، وطبعا هذه الفعاليات بدات منذ يعني بدايه عمليه نقدر نقول هذا الشهر، فعاليات مختلفه مختلف المؤسسات، يعني الكل اكيد في هذه الفتره بستذكر الشهيد ياسر عرفات ومراحل مختلفه من حياته ونضاله واستشهاده، خصوصا في هذه الظروف الصعبه اللي بيعيش فيها الشعب الفلسطيني. للحديث اكثر في هذا الموضوع وفعاليات احياء هذه الذكرى ينضم الينا الدكتور احمد صبح مدير عام مؤسسه ياسر عرفات. يسعد صباحك. صباح الخير، أهلا فيك معنا في فلسطين هذا الصباح. أهلا دكتور. أهلا، يعني 11 عاما على رحيل القائد ياسر عرفات اللي كوفيته يعني عرفت على فلسطين في كافة المحافل الدولية والعالمية. تعودنا منكم ومن الشعب الفلسطيني إحياء هذه الذكرى بأشكال ووسائل مختلفة، ولكن كلها تنم على الوفاء لهذا الشخص والتقدير لإنجازاته عبر سنين حياته اللي أفناها خدمة لقضية فلسطين. بكل تأكيد نحن نتحدث عن شخصية من نوع فريد. بدأ كل فلسطيني وكل صديق لفلسطين يحيي الذكرى بطريقته. تروا صفحات التواصل الاجتماعي عشرات الآلاف من الأشخاص يضعوا صورهم مع أبو عمار، فأبو عمار موجود في كل بيت، في كل شخصية، في كل حياة. أبو عمار باعث الوطنية الفلسطينية الحديثة، شغل العالم في حياته، وعندما استشهد شيع جثمانه في 3 قارات ولم يكتمل بعد، من باريس إلى القاهرة إلى رام الله، وإن شاء الله يكتمل قدس عندما ينقل جثمانه إلى القدس بإذن الله. وبالتالي إحياء ذكرى 11 أسوة بباقي إحياء الذكرى في السنوات الماضية سيتم بطرق مختلفة، أهمها ما سيحتفي به كل فلسطيني وفلسطينية لوحده عندما يترحم على أبو عمار ويقرأ الفاتحة على روحه. لكن بكل تأكيد هناك برامج رسمية، فالرموز الوطنية بحجم أبو عمار لها هذا الاحترام والتقدير الرسمي. نحن كمؤسسة ياسر عرفات وبالتعاون مع الجهات المختصة لدينا برنامج لهذا العام، آخذين بعين الاعتبار الظرف الموضوعي اللي موجود على الأرض اليوم، وبالتالي عدم وجود احتفال مركزي في رام الله كما جرت العادة سيتم الاستعاضة عنه نظرا لما هو حاصل وصعوبة التنقل بين المدن والمحافظات. كل محافظة وكل إقليم وكل منطقة وكل موقع سيحيي ذكرى أبو عمار. من جانبنا سيكون هناك احتفال مركزي غدا 10 نوفمبر كالعادة في رام الله، في قصر رام الله الثقافي، حيث ستمنح جائزة ياسر عرفات للإنجاز لعام 2015 مع جانب سياسي فيه كلمة المؤسسة وكلمة رئيس الوزراء، وأيضا جانب فني ثقافي كما جرت العادة. أيضا سيكون هناك وضع أكاليل من الورود على ضريح الرئيس أبو عمار يوم 11-11 من قبل باسم الرئيس وباسم الحكومة واللجنة التنفيذية واللجنة المركزية والمؤسسة وباقي الشخصيات، إضافة إلى شموع ستوضع على ضريح الرئيس أبو عمار. وكما أشرت المؤسسة بالتعاون مع هذه الجهات وزعت الملصقات والأفلام ومعارض الصور سواء في الداخل أو في الخارج على جالياتنا وسفراتنا في العالم، وبالتالي سيكون هناك إحياء متواصل على مدى الأيام القادمة. وهناك كثيرين سيربطوا الذكرى بإعلان الاستقلال في 15 شهر ليحيوا المناسبات الوطنية بشكل كامل. بالنسبة للترتيبات في غزة، مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات والأعضاء الحاضرين والمتواجدين منه في غزة اجتمعوا وقرروا التواصل مع حماس في غزة من أجل كالعادة أن يتم إحياء الذكرى. وللأسف الشديد لم يتمكنوا من إقناع حماس بإحياء الذكرى بالطريقة اللائقة، والجميع يعرف أنهم عرضوا أن يتم إحياء الذكرى بمكان مغلق، وهذا الموضوع متروك لإخوتنا بغزة ليقرروا الطريقة التي يروها مناسبة لإحياء الذكرى. وإن كنا نعتقد أنه مناسبة مثل إحياء ذكرى أبو عمار هي مناسبة وحدوية بامتياز، كان على الجميع أن يلتقطها إذا كان جدا بالوحدة ليأخذ منها خطوة متقدمة باتجاه لم الصفوف في هذا الظرف بالذات وبهذه الهبة وبهذه العدوان الإسرائيلي على شعبنا والشهداء يوميا. يعني كانت هذه فرصة ونحن نأسف لمن فوت هذه الفرصة. أبو عمار سيتم إحياؤه مرة أخرى في البيوت وفي الرايات وفي الأماكن وفي
كافة المواقع نعم. في غزة وفي دكتور أيضا تعودنا من مؤسسة ياسر عرفات كل عام أن تقدم مؤسسة ياسر عرفات للإنجاز في العاشر من شهر نوفمبر، يعني تقديرا للجهود سواء كانت مؤسساتية أو شخصية لأفراد تركوا بصمة في العمل المجتمعي والعمل الهادف تجاه القضية الفلسطينية. غدا إن شاء الله راح يكون موعد تسليم هذه الجائزة. نعم، نحن يعني نعتز بأن هذه الجائزة والحمد لله بدأت موضوع أساسي على الأجندة الوطنية الفلسطينية، فالجائزة تليق بالاسم الذي تحمله. هي تعطي تقدير كبير لمن قام بإنجاز له ديمومة وله تأثير على الجمهور وله شيء ملموس، ويمكن أن تعطى لشخص كما كانت الحال مع سميح القاسم رحمه الله عام 2013، وممكن تكون لمؤسسة كما كان مع مجمع دار الشفاء الطبي في غزة للعام 2014. وهناك لجنة مستقلة تبحث في الترشيحات، وإن شاء الله غدا سيتم الإعلان عن هذه الجائزة كما هو معروف. الجائزة غدا لمؤسسة ولا لشخصية؟ بدون ما نعرف. الجائزة ستكون مجسم وبراءة و25,000 دولار قيمة الجائزة. سؤالها كان لشخص أو المؤسسة هذا العام؟ هذا من ما سيعلنه الأستاذ علي مهنة رئيس لجنة الجائزة غدا في الاحتفال. وبكل تأكيد الجائزة تقديرية أساسية لتحفيز الناس وتحفيز المؤسسات والأشخاص على مزيد من الإنجاز لفلسطين. في هذه أيضا الذكرى لما نتحدث عن إحياء ذكرى ياسر عرفات، يعني تنبع دائما ضرورة والحديث عن التاريخ الشفوي وجمع هذا التاريخ الشفوي ولملمت يعني كل التاريخ الشفوي المتعلق بياسر عرفات، واللي هو أصلا يعني جسد حياة الشعب الفلسطيني وتاريخ الفلسطيني. بكل تأكيد كما يعرف السادة المشاهدين، مؤسسة ياسر عرفات تضع اللمسات الأخيرة على متحف الشهيد ياسر عرفات خلف ضريحه هنا في رام الله، وسيعرض المتحف ليس فقط تاريخ ياسر عرفات الشخصي، فلو كان عرفات على قيد الحياة لما قبل أن نشخصنه أكثر من اللازم، وبالتالي سيكون هناك الحكاية الفلسطينية مع أهم أحداث الوطنية الفلسطينية التاريخية الفلسطينية بمئة عام من 1900 حتى استشهاده في 2004، ومن ضمنها ستكون محطات يتم صياغتها وروايتها بالصوت والصورة والحكاية فيما يتعلق لتكون جزء لا يتجزأ من الذاكرة الجمعية للشعب الفلسطيني. بكل تأكيد عند افتتاح هذا المتحف العام القادم إن شاء الله في 2016 سيكون لدى المؤسسة من أهم مشاريعها هو تجميع ما يمكن تجميعه من التاريخ الشفوي لياسر عرفات. أحد القضايا الإيجابية ولكنها تشكل صعوبة للمؤسسة أنه ياسر عرفات هو للجميع، حتى وإحنا نبحث عن أحد مقتنياته أو صوره أو أوراقه الناس بتعتبر أنه هو إلها، وبالتالي ليش تعطيه لمؤسسة أو لكذا. ياسر عرفات موزع، تجدي صوره وتجدي آثاره من تشيلي إلى إندونيسيا مروراً بعالمنا العربي، وبالتالي التاريخ الشفوي الذي لم يسجل لياسر عرفات هو أحد أهم المشاريع، وفي الواقع بدأ بعيد استشهاده، وهناك نعم. مادة قد جمعت ولكن هي بحاجة إلى توثيق أكثر المؤسسة نعم. بصددها في نعم. أقرب فرص. دكتور، يعني لا يخفى على أحد الأوضاع اللي بعيشها الشعب الفلسطيني في هذه الفترة، العدوان الإسرائيلي والهبة الجماهيرية تجاه تهويد الأقصى والاستيطان والحالة الصعبة اللي وصلها الشعب، وتحريض إسرائيل حكومة وإعلاما على الشعب على القيادة، وهذا يعيدنا أيضا إلى الانتفاضة الثانية والتحريض على شخص رمز ياسر عرفات ومحاصرته في مقر المقاطعة. يبدو أن التاريخ يعيد نفسه في استهداف إسرائيل للشعب ولرموزه الوطنية. خليني أذكر أنه قبل أيام جاء الرئيس السابق بيل كلينتون إلى تل أبيب ليحيي ذكرى اغتيال إسحاق رابين، وأخيرا نطقها الرئيس كلينتون عندما قال لو بقي رابين على قيد الحياة لوقع سلاما مع الشعب الفلسطيني وقيادته بمدة 3 سنوات كما كان متفق. إذن ما كانش ياسر عرفات هو العقبة، هو العقبة في سبيل الوصول إلى هذا السلام، إنما قتلت رابين، هم قتلوا رابين وقتلوا
احتمال توقيع هذا الاتفاق التاريخي الذي سعى إليه ياسر عرفات بكل قوته؟ نعم، التاريخ لا يعيد نفسه، إنما هناك استمرار وإمعان في سياسة إسرائيلية تجعل من إسرائيل فوق القانون الدولي وتمارس عربدة في القانون الدولي، وهذا في الواقع يقودنا على أن ليس هناك وسيط نزيه في هذه العملية. ما يهمنا أن نقول بأن ذكرى ياسر عرفات تدفعنا للتمسك بثوابته، وكما قالت القيادة الفلسطينية بأكثر مناسبة والرئيس أبو مازن، ما لم يقبله ياسر عرفات لن تجد فلسطينيا يقبله بعده، وبالتالي هناك حقوق وطنية ثابتة غير قابل للتصرف تمسك بها عرفات واستشهد من أجلها، وبكل تأكيد شعبنا الفلسطيني اليوم يتمسك بها من خلال هبة سلمية لمقاومة الاحتلال تمهيدا لإنهائه وتحقيق حقوقنا الوطنية الثابتة. وبالتالي إحياء ذكرى عرفات يجدد مشروع ياسر عرفات اللي هو المشروع الوطني الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية. وبتعرفوا أبو عمار كرر طول حياته سيرفع شبر من أشبارنا وزهرة من زهرتنا علم فلسطين فوق أسوار القدس ومآذن القدس وكنائس القدس، يرونها بعيدة ونراها قريبة وإن لا صادقون، وهذا بالضبط هو إحياء ذكرى ياسر عرفات 11، ونحن نحييها بشعارين في الواقع. نعم. شعار وحدة، وحدة وطنية، وبتذكروا أبو عمار كان يكرر ما يريد أن يوصل، وحدة وحدة وطنية، وشعار آخر على القدس رايحين، وبالتالي القدس هي الروح في الجسد الفلسطيني وفي المشروع الوطني الفلسطيني. شكرا لك دكتور أحمد صبح مدير عام مؤسسة ياسر عرفات، ويسعد صباحك. حياكم الله. ننتقل إلى هذا التقرير من إعداد زميلة ديانا الخياط. التحريض الإسرائيلي على قتل الأطفال الفلسطينيين، وهذه المرة عبر لعبة عرضتها القناة 7 الإسرائيلية. نتابع هذا التقرير ونتابع أبرز ما وصلت له العنصرية والتحريض الإسرائيلي. اقضي على المخرب، لعبة تحمل في طياتها حقدا دفينا وتحريضا عنصريا يستهدف قتل الفلسطينيين. فضمن الحملة التحريضية الإسرائيلية المستمرة، أطلق موقع القناة 7 وهي قناة تابعة للمستوطنين لعبة جديدة يظهر فيها الفلسطينيون كإرهابيين، وهم يحملون السكاكين والبنادق والزجاجات الحارقة، فيما يطلب من الأطفال إحباطهم. وتظهر في خلفية اللعبة صورة لأماكن دينية إسلامية في القدس والخليل تقدم على أنها أماكن يهودية مقدسة، فيما كتب على جدران اللعبة الموت للعرب في رسالة غير منفصلة عن عمليات الإعدام الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال. اللعبة الأخيرة هي جزء من لعبة التحريض اليومية التي تحاول شيطنة الشعب الفلسطيني لإنكار حقه، لإنكار الاعتراف به والاعتراف بحقوقه والاعتراف أيضا بحقه في النضال من أجل إنهاء الاحتلال. هذه هي الجوقة من التحريض ضد الشعب الفلسطيني واتهام الشعب الفلسطيني واتهام السلطة الفلسطينية واتهام الأحزاب الفلسطينية ومناهج التعليم الفلسطيني بالتحريض، لا أساس لها من الصحة. من جهتهم يرى خبراء أن الألعاب التحريضية لها تأثيرات اجتماعية ونفسية، ففي حين يتم القتل فيها افتراضيا تدخل هذه الألعاب إلى وعي الأطفال والمراهقين اليهود فكرة أن العربية هدف يجب قتله، الأمر الذي يسهل عملية القتل الحقيقي عندهم فيما بعد. ربما هذه اللعبة وحجم التعريض الإعلامي الكبير الذي يمارس ضد كل من هو عربي في إسرائيل أو في الضفة هو ما يفسر هذه الخفة في استخدام اليد على الزناد لقتل الفلسطينيين. هذه اللعبة تكرس هذه العقلية العدوانية وتكرس إشاعة جو العداء لكل ما هو فلسطيني وبث روح الفاشية والتطرف بين جموع المستوطنين. وسط ارتفاع وتيرة التحريض الإسرائيلي والتي ازدادت بشكل جنوني في ظل حكومة نتنياهو المتطرفة، لا تأل الأخيرة جهدا في تحريضها على القتل في الإعلام والمناهج التعليمية ليصل بها الأمر إلى غرس أبشع أنواع العنصرية والهمجية لدى الأطفال في سعيها لخلق جيل جديد يستهين بقتل الفلسطينيين وتعنيفهم. استكمالا لمسلسلها التحريضي وسياستها العنصرية، هي إسرائيل تبتدع أساليب جديدة لقتل الفلسطينيين، ولكن هذه المرة من خلال أطفال غرست بداخلهم ثقافة القتل والعدوانية. من مدينة رام الله ديانا الخياط، تلفزيون فلسطين. أهلا بكم.
بكم مشاهدينا من جديد في المحطة الأخيرة في فلسطين. هذا الصباح نتحدث عن العيادة النفسية المتنقلة للأطفال. طبعا هذه العيادة اللي بتستهدف مي المناطق اللي بتكون متاخمة للجدار، المناطق يمكن اللي يعني بيكون فيها مشاكل سواء عند الجدار أو مناطق الاحتكاك أو حتى في المناطق اللي يعني بتكون محاصرة بالبوابات وبالحواجز، وأحيانا بيكون صعب وصول يعني الأطفال اللي بتعرضوا تحديدا في هذه المناطق لاضطهادات مختلفة الوصول إلى العيادات النفسية للتفريغ. وفي الحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا منسقة المشروع ساندي حنا. ساندي سعد صباحك. صباح الخير، فيكي معنا في فلسطين هذا الصباح. أهلا. شكرا ساندي. أنت في جمعية المرأة العاملة للتنمية، وموضوع مثير للاهتمام عيادة نفسية للأطفال، ذكرت منى عما يتعرض له الأطفال في هذه المناطق وخاصة مع وجود الجدار وبالتالي الدعم النفسي المتنقل، وهذه فكرة جديدة ولكنها أعتقد أنها ممكن أنها تساعد في التخفيف من معاناة الأطفال المتحدث عنهم. العيادة النفسية المتنقلة للأطفال هي مشروع بتنفيذ وتصميم من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بدعم من التعاون الإيطالي وبالشراكة مع المؤسسة الإيطالية كوسبي. المشروع بيهدف لخلق وتعزيز خدمات الدعم النفسي والاجتماعي في 15 منطقة متأثروا بالجدار في محافظات نابلس، طول كرم، بيت لحم، رام الله وسلفيت. عم نحكي عن 15 منطقة مثل دير بلوط، بدو، بيت عور الفوقة، بيت عور التحتة، شقبة، قسرة، واد فوقين وغيرها. المعيار الأساسي كان لاختيار هاي المناطق بالتحديد هي تعرض الأطفال والقاصرين والنساء كافة شرائح المجتمع لاضطهادات وضغوطات نفسية واجتماعية بيفرضها انتهاكات الاحتلال. طبعا احنا بنستهدف الأطفال اللي بتعرضوا للعنف بكافة أشكاله من الاحتلال، ولكن أيضا بنسلط الضوء في بعض المواقف على العنف الناتج من الممارسات المجتمعية نفسها، سواء عنف أسري أو العنف داخل إطار المدرسة أو الاعتداءات اللفظية الجنسية وغيرها. هيك سريعا، المشروع بتألف من شقين منحنيين. المنحنى الأول هو تشكيل ما يسمى بالوحدات المتنقلة اللي هي بتتألف من طاقم متخصص من المرشدين النفسيين والاجتماعيين ومتخصصي الخط المجاني اللي هم هدول عددهم 10 بتوزعوا على المناطق المختلفة عشان يقوموا بأنشطة منها لقاءات توعية وتثقيف لكافة الشرائح المستهدفة ولكن بشكل خاص النساء والأطفال. والهدف من هاي اللقاءات هو زيادة الوعي والتزويد بالمعلومات حول العنف وأشكاله وكيفية سبل أول إشي التبليغ عنه ورفضه والاستجابة لإله. في هذا الموضوع تحديدا ساندي كنت بدي أسأل، أنه أنت ذكرتي أنه في مجموعة من المناطق بتتعاملوا مع يعني نوعين من العنف، خليني أسميه العنف اللي هو اللي بتعرض له الأطفال أو النساء جراء ممارسات الاحتلال، وفي العنف الآخر الموجود في المجتمع سواء في المدرسة في المجتمع نفسه العنف الأسري، واللي كله بنقدر نقول هو حصيلة العنف اللي ناجم عن الاحتلال. بس إذا بنتحدث عن أبرز حالات العنف اللي ممكن تتعاملوا معها في هاي المناطق اللي ذكرتيها، إذا بدنا نقول من ناحية العنف اللي بفرضه الاحتلال بشكل مباشر، قدرنا ندرس حالات اعتقال أطفال قاصرين، هدم منازل، والأثار الناجمة النفسية عن كل هاي الممارسات. بقدرش هلا يعني احكي لك حالات محدده، ولكن حالات محدده بنحكي بشكل عام كما ذكرتي عشان بس اوصل لك في الاثار الناجمه. كثير من الاطفال نتيجه لهي الاجراءات عندها ثقه بالنفس، خلينا نقول مش على المستوى اللي هي بتحتاجه. إمكانياتها جميلة جدا، قدراتها جميلة، ولكن ما عندها السبل إنها توظفها. في عنا
يعني لو نقول من المجتمع المشاكل أو العنف اللي بفرضه المجتمع، عندنا العنف الأسري، غياب الأهل، عندنا المشاكل اللي بتنتج بين الأطفال البيرز اللي من نفس العمر في المدارس، وكل هذا بيؤدي لظواهر مثل التسرب من المدارس، التدخين، تجمع الشباب في الطرقات وغيرها. فأنت بتشوفي مظاهر العنف بعدين بترجعي للأساس. ساندي، السؤال هو مدى تقبل المجتمع في هذه المناطق لوجود أخصائيين نفسيين متنقلين بدهم يدخلوا على البيوت وبدهم يقابلوا الأمهات ويقابلوا الأطفال؟ كيف شايفة تفاعلهم معكم؟ هل كان في البداية ربما تردد وبعدها أنتوا اكتسبتوا الثقة؟ حابين نعرف الخطوات اللي أنتوا استطعتوا فيها تدخلوا بيوت وبالتالي تدردشوا مع هذه الفئة من المجتمع. من خلال الزيارات الأولى اللي قمنا فيها بالميدان لنعرف عن المشروع ونطرح أهدافه، كان في تجاوب وقبول كبير، يعني أكثر مما كنا نتوقع بالواقع. في مناطق كانت بالسابق مستفيدة بشكل أو بآخر من مشاريع مشابهة، وبالتالي أكدت على دور التعزيز وتمكين هذا النوع من الأنشطة. المناطق اللي أول مرة تستفيد من هذا النوع من الأنشطة لقينا عندها كتير قبول قوي لأنها مدركة أهميته، يعني هم لا يستفيدوا من هاي الأنشطة بشكل مستمر، وتترك بعض المناطق في هاي المحافظات وحيدة في مجابهة الاستيطان، ولكن هي واعية ومدركة وبس بدها هلأ تدخل. كان القبول يعني أكثر مما توقعنا زي ما قلت لك. في هذه العيادات المتنقلة إذا نتحدث يعني عن آلية تنقل العيادة، هل يعني في أكثر من عيادة مثلا بتكون موجودة في مختلف المناطق اللي ذكرتيها، ولا هي عيادة واحدة وفي أيام معينة بتتنقل فيها بين هذه المناطق، وبالتالي الناس السكان المدارس بتعرف مثلا بوجود هذه العيادة في هذه الأيام تحديدا؟ العيادة بتنقسم لأربع عيادات صغيرة تعمل في كل منطقة على مدار الأسبوع، وبالإضافة للقاءات التوعية والتثقيف اللي بتوفرها في المنطقة هي بتعطي خدمة إرشاد هاتفي، هو خط مجاني بيقدروا المستفيدين يتصلوا عليه أي وقت في النهار، تأكيدا على دور وجود الوحدة المتنقلة حتى لو هي مش فيزيائيا يعني على الأرض. وفي كمان حالات تدخل إرشادي نفسي وعائلي، وبالتالي الوحدة ممكن تكون موجودة في مقرها والناس يجوا عليها، أو بالعكس بتوفر بيئة آمنة وصحية في أي مكان تقدر توصل فيه للأشخاص. لو سألتك شو أكثر الضغوطات النفسية أو المشاكل النفسية اللي بتعاني منها هذه الفئة أو الشريحة من الناس اللي توجهتم لهم، سواء كانوا أطفال أو ربات مجتمع، إيش حسيتوا في أمور تكررت أثناء المعاينة وأثناء اللقاء والتواجد معهم؟ مثل ما ذكرت لك قبل شوي، خلينا نقول عند مشاكل الأطفال بشكل أساسي، الثقة بالنفس، الأحلام اللي بيحلموها، الكوابيس بالليل، يعني صرنا احنا بنحكي عن آثار بالوعي وبالباطني باللاوعي. في مشكلة عند الأمهات والمعلمات التعامل مع الأطفال في المدارس ورياض الأطفال، عشان هيك احنا بنستهدف كمان الأطفال لأنه بدنا نزرع أمل لإنسانية وإمكانية جديدة عند الأطفال. هلأ كنت عم بتفرج قبل ما أجي على التقرير اللي عملتوه عن اللعبة في القناة، يعني مش معقول إذا إحنا في وصلنا لمرحلة نجند الأطفال، يعني عند الاحتلال إذا صاروا يجندوا الأطفال ويعملوا تغيير في الفكر والوعي من مرحلة كتير يعني صغيرة. فإحنا لازم بنفس الوقت نحضر أطفالنا، نهيئهم، نساعدهم، نقويهم، نعطيهم، مش نقويهم بمعنى نعطيهم مشاريع، وإنما نوفر لهم السبل والريسورسز، الموارد اللي هم يستفيدوا منها عشان يمكنوا نفسهم بأنفسهم عشان يكون في ديمومة للتطور. ساندي، هاي العيادة النفسية المتنقلة هي فقط في محافظة رام الله ولا ممكن نشوفها في محافظات أخرى مثلا؟ هو زي ما ذكرنا بالأول هي برام الله، سلفيت، بيت لحم، طول كرم ونابلس. في سقف زمني لهذه العيادة؟ يعني مثلا حاطين أشهر معينة أو سنين معينة ممكن يتمدد، يعني حتى الأهل يكونوا على ثقة كل ما يكون في موعد معين أو يكون في فترة مناسبة لوجودكم معهم يكون في ثقة أكثر، وربما نتائج في العلاج النفسي وفي الإرشاد النفسي بتكون أفضل وأسرع.
الحزيران 2016 هو الشهر البنتي فيه المشروع، ولكن من أجل طبعا هذا مشروع قصير نسبيا يعني، وعشان نأكد على ديمومة المشروع واستمراريته واستمرارية تأثيره على الفئة المستهدفة، عملنا ثلاث أنشطة. الأولى هي خلق أرض أو محطة للتشبيك بين الفئات المستهدفة، المؤسسات القاعدية، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. الشيء الثاني هو في تدريب لشبكة حماية الطفولة من وحدة حماية الأسرة من الشرطة الفلسطينية، اللي هم بيكونوا على تواصل مع الفئات المستهدفة حتى بعد نهاية المشروع. مش أول مرة بيتعاونوا مع جمعية المرأة العاملة، وبالتالي إحنا بنوفر 90 ساعة تدريبية لوحدة حماية الأسرة عن كيفية التدخل الاستراتيجية في حالات العنف من منظور العمل اللي احنا بنقوم فيه. فحتى الفئات المستهدفة، نساء مراكز نسوية، مجالس قروية وغيرها، هي على دراية بكيفية إدارة الوحدات النفسية اللي احنا بنكون أنشأناها بعد انتهاء المشروع. ساندي حنا، منسقة مشروع العيادة النفسية المتنقلة للأطفال في جمعية المرأة للتنمية، شكرا لك ويسعد صباحك. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيك ساندي. منى، حابة أذكر بمباراة اليوم لمنتخبنا الوطني. صحيح. أمام المنتخب السعودي على الأرض الأردن الشقيق. طبعا اليوم في تمام الساعة الرابعة. الرابعة، أنت متابعة ربما أكثر في هذا الموضوع. نتمنى مناصرة لمنتخبنا، خاصة بعد يعني امبارح شفنا يعني حتى في كثير من المواطنين نازلين على الأردن في دعم وتأييد للمنتخب، كثير من الشباب والصبايا اللي نزلوا خصيصا، وفي استعدادات أيضا لأفواج شابة اليوم تنزل أيضا لمساندة ولدعم المنتخب الفلسطيني الفدائي في لعبته اليوم مع المنتخب السعودي، خصوصا بعد الإشكاليات الكثيرة اللي حصلت تحديدا في هذه المباراة وتأجيلها في أكثر من مرة، وكان من المفترض أنه تقام هون، ولكن بسبب الأحوال والظروف السياسية يعني ويعني عدم وجود أمان كافي وكل هذه الذرائع وكل هذه الحجج يعني تم تأجيلها. كان المفترض أنه تكون حتى في الأردن قبل أيام، ويعني اليوم ستقام الساعة الرابعة تماما، واكيد راح تبث عبر التلفزيون الفلسطيني. ايضا منى، راح نتمنى التوفيق لهم مع ماليزيا، لان المباراتين ورا بعض تقريبا. صحيح. يعني ان شاء الله اليوم بتبيضوا وجهنا وبترفعوا الراس ويكون في مسانده شعبيه، ونتمنى لكم التوفيق ايضا مع المنتخب الماليزي الصديق. لهون طبعا نوصل لختام هذا المشوار الصباحي من فلسطين هذا الصباح، رافقناكم فيه من الثامنه ولغايه الان. نتمنى لكم نهارا طيبا في امان الله.